التسجيل والتعليمات. الو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخيرات والمسرات. يهدف الدستور إلى تأمين حرية جميع الأعضاء وتحقيق العدالة للجميع ورسم الحدود بشكل واضح بطريقة تعكسها الخطوات التي تكون على شكل إجراءات برلمانية، وهذا ما سنتعرف عليه بشكل مفصل في فعاليتنا لهذا اليوم بإذن الله. نرحب بكم في فعالية للقطاع 20 لمدير جودة البرامج، برامج القطاع، بتنظيم من القسم F للعام 2022-2023. يشرفني ويسعدني أن أكون معكم اليوم وأقوم بدور أمين المراسم لتلك الفعالية. معكم التوستماستر المتميز عذاري الكندري، فأهلا وسهلا بالجميع. لنخطو في رحلة للتوستماستر. توستماستر العالمية هي الحركة الدولية الرائدة والتي تعمل نحو جعل التواصل المباشر الفعال حقيقة واقعة عالمية في رسالة القطاع، التي تهدف أو تسعى لأن تنشئ أندية جديدة وداعمة لجميع الأندية التي في تحقيق التميز تحت مظلة الأندية، التي تقدم تجربة تعليمية إيجابية ومحفزة وداعمة لتطوير مهارات التواصل والقيادة لجميع الأعضاء دون استثناء، مما يؤدي إلى رفع درجة ثقتهم بأنفسهم ونموهم على المستوى الشخصي. ودون أي تأخير لنعقد اجتماع ناجح بإذن الله أو فعالية ناجحة ولنضمن سلامة وجودة الإجراءات. نرجو من الجميع الالتزام بالإجراءات أو القواعد الآتية. يرجى التأكد من فعالية الصوت والصورة من قبل المتحدثين، الرجاء الالتزام بقلق لقطات الصوت وعدم تشغيلها لعدم إبراك المتحدثين، الرجاء التأكد من شحن أجهزتكم سواء الهاتف أو الكمبيوتر المحمول، وأن لديكم شبكة إنترنت قوية، وفي حال الانقطاع نحن موجودين وبانتظاركم نترقب عودتكم بإذن الله. يمنع التحدث عن الدين والسياسة والأمور غير الأخلاقية، الرجاء التواصل مع منسق برنامج الزوم في حال حدوث أي مشكلة تقنية باستخدام خاصية المحادثات. يرجى الانتباه بأن الفعالية ستكون مسجلة بإذن الله وسيتم بثها في القنوات الرسمية للقطاع 20. والآن لنبدأ مع فقرات الفعالية وأسلم المنصة إلى رئيس الفعالية دي تي أم دارين الحجة. شكرا، يعطيك ألف عافية دكتورة توست ماستر متميز عذاري الكندري، وحابة كتير أنه اليوم فعلا الكل يستفيد. يعني ورش من أندر الورش اللي صعب انه نحن نحصلها من اي حدا من اي مكان، حتى لو قريناها لازم نطبق عملي، لازم نشوف على ارض الواقع، لازم نحضر ورش من متخصصين، من ناس عاشوها وقادة يعني كفاءات عالية. انا سعيدة اليوم بهي الفعالية، وهي يعني توقيتها كتير مناسب ببداية العام التوستماستري، يعني تقريبا قطعنا شهرين، فنحن لازلنا بالبداية ولازالت القوة عنا والطاقة عنا لحتى نقدر نستفيد قد ما بنقدر من العلم أو الأدوات المتاحة بين إيدينا. مشان هيك خلوكم معنا ساعتين أو ثلاث ساعات، هو يوم رح نستفيد منه كتير، نظري عملي أسئلة، في كتير أمور رح نستفيد منها اليوم. وخلونا هلأ نبدأ ونسلب المنصة لعضو توست ماستري من 2014، يعني 8 سنين بالتوست ماسترز، شارك بالديتاك 2020 وشارك بالديتاك 2021، وكمان حاصل أخيراً على درجة الدي تي ام، ويمكن كمان قريباً دي تي ام تانية. هو عضو مؤسس لنادي كريستال متقدم وكوتش لنادي الدانا، ويمكن لازم ياخذ أوسكار على هذا الدور تحديدا، وعضو هيئة إدارية لأكثر من 6 سنوات، يعني تخيلوا كل سنة لازم يكون له دور قيادي بإحدى الأندية اللي بينتمي إلها. رحبوا معي بمرشد الأعضاء الأندية، مرشد للأعضاء ومرشد لأندية،
ومدير منطقة 25 توست ماستر متميز يوسف الشيخ. تفضل. شكرا رئيس الفاعلية دي تي ام دليل حجار لهذه الكلمات الجميلة الرائعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير وطاب أوقاتكم أينما كنتم. تحية مباركة من الله إليكم جميعا، من المحيط إلى الخليج. أحبتي في الله، السلام عليكم. اليوم جميل ورائع في المعرفة والعلم لكل من يستفيد في آرائه وأفكاره في الأسئلة والأجوبة في الإجراءات البرلمانية. المعرفة هي طريقنا للوصول إلى لقيادة الأندية وقيادة المنطقة وقيادة القطاع. دائما بالتوفيق لكل المتحدثين اليوم والمستمعين كمان. على بركة الله نبدأ وعلى بركة الله نستمر. جاهزون معنا؟ بسم الله. الأول كلمة مدير القطاع 20 دي تي ام خالد عبد الله. وقبل أن نبدأ، هو عضو في نادي الأقدم للشركات في القطاع بابكو توست ماسترز، الرئيس الأسبق لنادي توست ماستر المتقدم الأول في الشرق الأوسط والبحرين، البحرين متقدم، الرئيس السابق المباشر لثالث أقدم توست ماستر في الكويت أكتف مانديز توست ماسترز، الرئيس الأسبق لنادي توست ماستر مناظيري البحرين، سكرتير نادي توست ماستر تمكن متقدم، وعضو يعتز بعضوته في نادي توست ماستر سانت بول. هدفه الحياة هو القيادة أطفاله من خلال مثال جيد للأب الذي يجب اتباعه، ولهذا السبب هو في توست ماسترز. بي تي ام خالد عبد الله أخي العزيز، إليك ناقل الصوت من الكويت. من الكويت إلى البحرين، يعطيك العافية مدير منطقة 25 توست ماستر المتميز يوسف الشيخ. شكرا شكرا على التقديم. مدير جولة البرامج توست ماستر المتميزة من العقاب، مدير نمو الأندية توست ماستر المتميز حد ياسر القشار، وقاعد أشوفه اليوم بس مو مشكلة أكيد هو موجود. مترجم القطاع، صراحة مترجم القطاع يعني عضو دؤوب وقاعد يشتغل طريقة يعني مبهرة. مترجم القطاع توست ماستر متميزة سحر الوردجي، الويب ماستر توست ماستر المتميزة بعد أذار الكندري، ما شاء الله كلهم متميزين. رئيس الفعالية توست ماستر المتميزة دائما دارين الحجار، مدراء الأقسام مدراء المناطق أعضاء القطاع 20 ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. إجراءات البرلمانية، أمس وأنا قاعد مع العائلة قاعد أقول لهم والله اليوم إن شاء الله بقدم ورشة حق الإجراءات البرلمانية، كل واحد بطل عينه وقاعد يطالعني. إجراءات برلمانية عندكم في التوست ماستر؟ نعم عندنا إجراءات برلمانية. فهذه أول شيء أي في بال العضو لنتكلم عن الإجراءات البرلمانية، في تخوف من الإجراءات البرلمانية لدرجة أن العام قبل الماضي يوم كنت مدير نمو الأندية، واحد من الأندية تابع للشركات كانوا يقولون ما عليه ممكن أن ننشئ نادي بس بشرط أن ما يكون في إجراءات برلمانية. فاليوم طبعا الشكر موصول للجنة اللي نظمت هاي الفعالية، والشكر موصول لمدير جودة البرامج وفريق جودة البرامج على إتاحة الفرصة حق الأعضاء أن يعرفون شنو هي الإجراءات البرلمانية. الإجراءات البرلمانية ترى تخدمك كعضو، لأن العضو هو في أعلى الهرم عندنا في سواء كان في القطاع أو سواء حتى في توست ماستر العالم. فياريت يكون عندنا نظرة إيجابية للإجراءات البرلمانية. بإذن الله إن شاء الله من عقب اليوم، من عقب ورشة اليوم أكيد نظرتنا بتختلف، لأن في أحد سألنا وين رايحين إجراءات برلمانية بيقولون خلاص جايين معاكم إن شاء الله. يعطيكم العافية وعودة إليك
عريف المميز توست ماستر يوسف الشيخ. يسعد مساك استاذنا بي تي ام خالد عبد الله، سعداء بوجودك معنا، دائما نستمتع بالمعرفه ونراك دائما على خير. والان كلمه مدير جوله البرامج وهي اخت عزيزه دائما علينا، نسعد بصحبتها دائما. هي مدرب محترف معتمد توست ماسترز منذ عام 2013، تقلدت جميع الأدوار القيادية، بسم الله ما شاء الله عليها في النادي، تقلدت أدوار قيادية على مستوى القطاع، مدير منطقة، مدير قسم، ورئيس لشؤون الأندية العربية في الباثوي، تقلدت دور السفير ومدير المنسق، حققت لقب التوست ماستر المتميز 3 مرات، مرشد وداعم ومدرب لعدة أندية، نائب رئيس الديتاك 2020، نائب رئيس ملتقى أندية توست ماستر 2022، وعضو فعال في 6 أندية. والآن إلى دي تي ام منى العقاب، كلمة مدير جودة البرامج من الكويتي، تحية مباركة إليك ناقل الصوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا عريفنا المتميز لهذا اليوم توست ماستر المتميز يوسف الشيخ. مدير القطاع 20 توست ماستر المتميز خالد عبد الله، مدير نمو الأندية توست ماستر المتميز ياسر الكشار، ومدراء الأقسام مدير القسم F توست ماستر زينب مظفر، مدراء الأقسام، مدراء المناطق، فريق جودة البرامج. أرى اليوم معي توست ماستر راشد ميمون، منسق التخطيط والجودة في فريق جودة البرامج، أعضاء أندية توست ماستر، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لماذا الإجراءات البرلمانية؟ عندما نتأكد من تطبيق الإجراءات البرلمانية فنحن متأكدين بأن سيكون سير عمل الاجتماع منضبط، سنضمن حقوق جميع أعضاء النادي وجميع أعضاء التوست ماستر. بتطبيقنا للإجراءات البرلمانية نستطيع أن نسمع كل صوت، يستطيع كل شخص أن يدلي بصوته، يستطيع كل شخص يعرف حقوقه. الدستور النادي كذلك لا يقل عن الإجراءات البرلمانية، فبدستور النادي يستطيع عضو النادي يعرف حقوقه ويعرف مسؤولياته، ومن ثم يستطيع أن يحقق ما يهدف إليه، وبذلك نضمن جودة الاجتماعات وجودة الفعاليات. بذلك نستطيع أن نحقق رؤية جودة مكتب مجلس جودة البرامج، وهو التميز في الجودة. هذا ما ننادي به، التميز في الجودة. أشكر جميع من عمل على هذا التنظيم برئاسة توست ماستر المتميز دارين الحجار رئيسة الفعالية، وجميع من ساهم ودعم هذه الورشة وأخذ دور فيها، سواء كان دور إداري أو دور تعليمي. أشكر المدربين الذين قبلوا هذا الدور وقبلوا أن يشاركوا أعضاء أندية التوست ماستر من خبراتهم، وعلى رأسهم الدكتور محمد مخلوف توست ماستر المتميز محمد مخلوف، والتوست ماستر المتميز وقاء سلمان، والتوست ماستر راشد ميمون مع الفريق العمل الذي سيبهرنا اليوم بالتطبيق أو تطبيق الإجراءات البرلمانية بشكل عملي، حتى نستطيع أن نطبق هذه الإجراءات في أنديتنا،
في فعالياتنا، كذلك نستطيع أن احنا نطبقها في حياتنا اليومية. أشكر فريقي منسقين التدريب توست ماستر المتميز روفس وتوست ماستر المتميز حازم إبراهيم على مساعدتنا في تنظيم هذه كذلك المباشرة. كل الشكر وكل العرفان لجميع من حضر اليوم، لجميع من حرص على أنه هو يستفيد من هذه الورش. كل التوفيق لنا جميعا، والتوفيق حليفكم إن شاء الله، وعودة إليكم توست ماستر المتميز يوسف الشيخ. شكرا دي تي ام منى العقاب مدير جولة البرامج، شكرا، استمتعنا بتلك الكلمات الجميلة الرائعة المحفزة، نراك دائما على خير. والآن إلى كلمة مدير نمو الأندية. حاصل على بكالوريوس في الهندسة الكيميائية، يعمل مع شركة بنيغاث من الأكثر 21 عاما، يعمل حاليا كمراقب جودة الخدمات والمخزون، انضم لتوست ماستر في يونيو 2012، وأحد مؤسسي نادي بنيغاز لتوست ماستر، وقد شغل عدة مناصب التوست ماستر من النادي ثم رئاسة المنطقة 9 والقسم للقطاع، رئيس ديتاك 2021، رئيس نادي تميز للمناظرات، ونائب الرئيس للشؤون العضوية لنادي بنيغاز، والأمين المالي لنادي البحرين المناظرات، ومدير نمو الأندية للقطاع 20 لعام 2023-2022. حكمته في الحياة أنه يعتقد أن القائد الحقيقي الذي يتعلم باستمتاع أنه يشارك بشغف ويكون مثالي يحتذى به في القيادة. دي تي أم ياسر قشار، مرحبا بك، تحية إليك من الكويت، إليك المنصة. يعطيك العافية عريف متميز يوسف الشيخ، رئيس القطاع توست ماستر متميز خالد عبد الله، رئيس جودة البرامج توست ماستر متميز منى العقاب، رئيس القسم اف توست ماستر متميز زينب مظفر، رئيس الفعالية توست ماستر متميز دارين الحجار، مدراء الأقسام والمناطق، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعاً اليوم فعاليات اليوم فعالية مهمة جداً لأعضاء التوست ماستر حتى يعرفون حقوقهم وواجباتهم وكيف الاستفادة منها. طبعاً في كل أنواع الشركات أو المؤسسات أن يكون الرئيس التنفيذي هو قمة الهرم، وثم المدراء والمدراء المساعدين والموظفين، لكن في التوست ماستر العكس، أهم عضو اللي يأخذ القرارات ويأخذ الإجراءات هو العضو أو التوست ماستر. فإذا عرفت كيف استغلال الإجراءات البرلمانية فإنه يحق لك أن تتخذ أي قرار، القرارات تأخذ من العضو، تقدر تغير أي قانون موجود، تقدر تغير أي شيء في الجدول، فهو الذي يغيرها لشيء هو العضو التوست ماستري وليس رئيس القطاع أو رئيس التوست ماستر العالمية. احنا يمكن في الفترة الأخيرة لما رحنا المؤتمر اللي كان في أمريكا بيّن لنا ما هو قوة العضو، فالعضو التوست ماستر هو الذي يستطيع تغيير أي قانون في التوست ماستر، بأنه يرضى أنه يطرح مثلا موشن أو أنه يطرح الإجراءات، أنه يقترح اقتراح أنه يغير أي قانون، وإذا تم التصويت عليه فأنه يطبق. فإذا أنت كتوست ماستر عرفت ما كيف عملية رفع الاقتراح وكيفية الموافقة عليه وما هي شروط الموافقة عليه وما هي العضوية أو النسبة حتى يتطبق القانون، فأنت الذي تسن القوانين
وهذه الإجراءات البرلمانية مهمة جدا ويجب علينا تطبيقها في جميع المجالات، سواء في النادي أو في المنطقة أو في القطاع أو حتى في التوست ماستر العالمية. فهذه إجراءات مهمة، فأنت يجب أن تعرف كيف عملية رفع الاقتراح وغيرها. طبعا اليوم عندنا ناس مميزين ولهم باع طويل في هالإجراءات، على رأسهم توست ماستر متميز دكتور محمد مخلوف وهو رئيس قطاع سابق، وأيضا التوست ماستر المتميز دارين وفاء سلمان وهي أيضا رئيس قطاع سالم سابق، فكل التقدير والاحترام. وعندنا طبعا التوست ماستر المبدع راشد ميمون مع فريقه ليوضحون لنا بعض كيفية عملية رفع الاقتراحات وغيرها، فكل التوفيق لكم جميعا، وأنا أنصح الجميع بمتابعة هذه الورشة والاستفادة منها بقدر المستطاع حتى تعرف قوة العضو وقوتك أنت كشخص. يجب عليك الاستفادة من هذه الورشة. وعودة إليك عريف متميز يوسف الشيخ. شكرا دي تي ام ياسر قشار مدير نمو الأندية، والشكر موصول لكم جميعا، تحياتي إليكم تحية مباركة. والآن إلى كلمة رئيس شؤون الأندية العربية، هو عضو في منظمة التوست ماسترز منذ عام 2015، أصبح رئيس نادي الراية منذ عام 2016 وحتى عام 2021، تعليمية نادي الراية 2021-2022، الرئيس الحالي نادي الراية، أصبح مدير منطقة 27 في عام 2019-2020، يشغل حاليا منصب رئيس شؤون الأندية العربية في القطاع 20، منصب مدير شؤون الجودة البرامج منطقة 58 في المملكة العربية السعودية قسم اس، رئيس نادي الراية. أخي وصديق العزيز تي ام عبد الله الماجد، تحية مباركة من إيك. هل تسمعني تيم عبد الله الماجد؟ هو دخل وطلع، يمكن فصل عنده. ما في مشكلة، احنا اوكي ما ثواني عم يدخل. وصل، ما في مشكلة، عم يدخل بس تعيد بس تقديمه، يعني بس تقول له يتفضل لانه مشان يقدر يسمعك. تمام يا فندم، بس يوصل. تمام وصل. السلام عليكم. عليك السلام والرحمه تي ام عبد الله الماجد، مرحبا بك رئيس شؤون الانديه العربيه. يا حياك الله اخوي يوسف، حياكم الله جميعا. الله يبارك لك. اليك ناقل الصوت، تم تقديمك قبل لحظات. كل الشكر والتقدير. انا ما ادري الامانه اذا الصوره واضحه ولا لا، بحكم الشير مو واضح معي. يعطيك العافيه، اليك ناقل الصوت. شكرا. مدير القطاع 20 والهيئه التنفيذيه للقطاع 20 من مدير نمو الانديه ومدير جوده البرامج والقائمين على هذه الفعاليه، كل الشكر والتقدير لكم على هذا الترحيب الطيب وعلى هذا المجهود الطيب. احنا لما نتكلم عن المنابرات، يقول الإمام الشافعي في مقولته الشهيرة: رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. هذا الشيء احنا ناخذه مو بس على المنابرات، نقدر ناخذها ايضا على الإجراءات البرلمانية لما نشوف احنا طريقة التصويت على شيء احنا نشوفه من وجهة نظرنا صحيح، لما نشوف ان في رأي ممكن احنا نقدمه كمقترح ويصير عليه الرفض، لا ناخذها في الحساسية، لا ناخذها ان امور راح تكون شخصانية، لا، راح تكون فيها هني النظرة الشاملة، النظرة العامة، وهذه كوجهة نظر من اخوكم الصغير وما زلت اتعلم منكم في هذا الشيء. احنا نحتاج الى ان نشوف الرأي والرأي الاخر، نحتاج الى ان نشوف
بصورة أكبر وصورة أشمل. شلون راح نشوف الشيء هذا؟ في مشاركة آرائنا كلنا، ولما نحط أمامنا مقترح ونصوت عليه راح نعرف الأمور هذه كلها كقوانين كإجراءات. والشيء هذا طبعا راح يطورنا كأندية عربية ويطورنا أيضا كأندية في القطاع 20. فكل الشكر والتقدير على القائمين لهذه الفعالية، وأيضا كل الشكر والتقدير لكل من حضر إلى هذه الفعالية. عودة إليك عريف، الفعالية دي تي أم يوسف الشيخ. شكرا جزيلا كريم عبد الله الماجد رئيس الشؤون للأندية العربية، وختامها مسكة. الآن الكلمة إلى مدير قسم F. فنانة تشكيلية، فنانة كلية صيدلية ومحفزة لمرضى الكانسر والمرض بشكل عام، محاربة لمرضى الكانسر ومحبة للمعرفة وتطوير الذات. تي أم زينب مزفر، تحية إليك زينب مزفر. شكرا لك، وأعتذر الكاميرا ما أقدر أفتحها. لا ولا يهمك، مساكم الله بالخير جميعا. رئيس القطاع 20، مدير جودة البرامج، مدير نمو الأندية، رئيس الفعالية، فريق الفعالية والأوتوس ماسترز الكرام، مدربين الورش، وكذلك الفريق والطاقم المنظم لهذه الفعالية. أشكركم من كل قلبي على إتاحة الفرصة لي أن أكون من ضمن هذا الفريق، وأتمنى إن شاء الله في هذه الفعالية أن نرى كيفية استغلالنا للإجراءات البرلمانية في اتخاذ القرارات التي تكون مناسبة لكل تطور ومتغير من آلية، من طريقة ومعرفة لما سيؤول إليه القطاع 20. وكل التوفيق لكم، يعطيك العافية. شكرا شكرا، يعطيك العافية دكتور زينب، سعيد أن أراك دائما على خير يا رب. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والآن نبدأ في الإجراءات البرلمانية، الورش الجميلة الرائعة بالمقدمين المحفزين الرائعين. وقبل أن نبدأ نريد بس نعرف الوقت لأول ورشة. أتيم هبة، هل تسمعيني جيدا؟ إليك نقل الصوت لمعرفة الوقت لأول ورشة. شكرا لك توست ماستر متميز. بالنسبة حق الوقت للورشة الأولى راح يكون بإذن الله 40 دقيقة. بعد 30 دقيقة سوف أظهر العلامة الخضراء، وبعد 35 دقيقة سوف أظهر العلامة الصفراء، ومن ثم عند وصول 40 دقيقة سوف أظهر العلامة الحمراء، وتكون بهالطريقة انتهت الورشة الأولى بإذن الله. إليك شكراً. شكراً. قبل نستغل كل لحظة وكل دقيقة في التعلم والمعرفة، الإجراءات البرنامية جزء النظري. دي تي أم محمد مخلوف، كوتش تطوير ذاتي، مدرب معتمد، مدير القطاع 20 سابقاً، طبيب أسنان مع درجة الماجستير في جراحة الأسنان، حاصل على جائزة تميز من منظمة توست ماسترز العالمية في جولة البرامج، وكذلك جائزة أفضل مدير قسم. تولى العديد من المناصب القيادية للقطاع 20، أنشأ وساعد في إنشاء العديد من الأندية التوست ماسترية في الكويت وقطاع 20، ومرشد للعديد من أبطال الخطابة بالقطاع، وأنا منهم. أنا سعيد دائما بالتعلم من دي تي ام دكتور محمد مخلوف، ونتعلم منه المزيد والمزيد من المعرفة ولننهل منه العلم. إليك ناقل الصوت دي تي ام محمد مخلوف. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخي الحبيب شارما العرب يوسف الشيخ وعضوية نادي العزيز Life Principles، شكرا جزيلا على التقديم الجميلة. السيد مدير القطاع 20 عريف متميز خالد عبد الله، السيدة مدير جودة البرنامج دي تي ام منى الإعجاب، السيد مدير نمو الأندية العريف المتميز ياسر الجشار، السادة الهيئة التنفيذية للقطاع والسادة مدراء الأقسام والمناطق، السيدة مدير القسم F
راعية الورشة اليوم والسادة القائمين على هذه الورشة تحية طيبة. وبعد الإجراءات البرلمانية، زي ما اتقال فعلا دلوقتي من كل رؤساء القطاع، واستمر الحوار لحد رئيس لجنة شؤون الأندية العربية أخي الحبيب التوست ماسترز، عبد الله الماجد. عبد الله الماجد، أنا آسف، عبد الله الماجد. نسيت اسمي يا دكتور. الله أنا أقدر برضو يا أخي الحبيب عبد الله، تسلم يا حبيبي. ليه نقرف روحنا ونقعد نعمل إجراءات برلمانية يا جماعة، والناس تعبانة والعصر ويوم سبت وجايين نسمع إجراءات برلمانية؟ طب إيه، ليه وجع الراس؟ ليش حوار الراس؟ إيه رأيكم؟ أنتوا شايفين إن الموضوع يستحق إن إحنا نقعد ونيجي ونتعب روحنا؟ اكتبوا لي كده على الشات بوكس قدامكم وانا هتابع معاكم. هل الاجراءات البرلمانيه مهمه ولا لا؟ من عشرتكم في الانديه وفي القطاع، ضروريه، يستحق، الله يكرمكم، مهمه جدا. دلوقتي دي اللجنه التنظيميه يا جماعه، ما تاخدوش على كلامهم، دول عملوا الشغل وعايزين الناس تيجي تحت. انا عايز اسمعكم انتوا بقى اعضاء النادي. أستاذة سهام طبعا لازم، أستاذة زينب مغفر أكيد، فين بقية الأعضاء يا جماعة الخير؟ أعضاءنا أعضاء التوست ماسترز، جاوبوني، أنتوا شايفين في الأندية وفي اجتماعات اللجنة التنفيذية للنادي دي مهمة؟ أيوة أستاذة فاطمة طبعا مهمة، ممتاز، ضرورية. لا دي تي ام منى عجاب، ممنوع المشاركة ليك النهاردة، انت بتسالي اسئله صعبه وانا ما بعرفش اجاوب. لا ما بقولش، بعلق حتى لا طبعا يا ست الكل، بالعكس ده انا بهزر معاكي، الله يكرمك، بشرفنا. حتى لا تعمل فوضى، حتى لا تعمل فوضى في سير الاجتماع. هذه ابسط. احسنتي. توست ماستر نجاة مهمة، فيصل مسامح اخونا الحبيب منورنا لمعرفة الحقوق والواجبات، رائع جدا. اذا اغلبية الحضور اللي موجودين النهاردة حاسين ان الموضوع مهم، بس يمكن صعب، يمكن بيتنسي، يمكن مش مفهوم، يمكن تطبيقه بياخد وقت فبيضيع وقت من النادي. مش كل ده بيدور في بالنا كل مرة بننوي نعمل اجراءات برلمانية؟ بس خلونا الاول نفهم يعني ايه اجراءات برلمانية. من 5 سنين فاتوا اشتريت الكتاب ده، هو الكتاب اللي موجود قدامكم بالظبط، بس ده من الوجه، شوفوا بقى في الجنب عامل ازاي. ده المرجع اللي بترجع له التوست ماسترز، واللي المفروض كلنا ملتزمين بالاجراءات البرلمانية بتاعته. ده المرجع بتاعنا، اقول لكم بالظبط كام صفحة من غير الجزء الاخير الفهرس والصور، حوالي بالظبط 700 صفحة. 700 صفحة بيتكلم على قواعد الإجراءات البرلمانية. طيب خلونا نشوف تعريف مبسط من نفس الكتاب مترجم للغة العربية، إيه هي الإجراءات البرلمانية؟ من الطبيعي أن تكون بروتوكولات أي مؤسسة على العضو الجديد، صحيح، والله 700 صفحة يا طارق. بيقول إيه التعريف؟ تؤخذ القوانين البرلمانية في عين الاعتبار في حال حدوث تضارب في المصالح في الاجتماعات، حيث أن تلك القوانين موجودة ليه؟ لتقديم إجراءات تساعد على اتخاذ القرارات بشكل عادل، ولتحمي حقوق الأقلية في التعبير وحق الأغلبية في اتخاذ القرار. الكلام اللي قدامكم ده فيه نقاط تحس إن الكلمة دي مهمة في التعريف، الجملة دي لازم نركز عليها. اكتبوا لي في الشات بسرعة ايه الكلمات اللي شايفينها مهمة في التعريف اللي قدامكم. ايه الكلمة اللي لفتت نظرك؟ تحمي، احسنت يا استاذة نعيمة، بتحمي حقوق مين؟ حقوق الاقلية والاغلبية. قال له يعني انت بتقول لي ان الاقلية ليها حقوق في الاجتماعات، دول اقلية،
احسنتي، قوانين اتخاذ القرار، ايه كمان؟ ايه رأيكم؟ تضارب المصالح، ده احنا لازم نتشرف بوجود دي تي ام عريف متميز وفاء سلمان رئيس القطاع 20 السابق، واحدة من اساطيل الاجراءات البرلمانية في قطاع 20. يبقى احنا بنتكلم عن حماية، بنتكلم عن وجود تضارب في المصالح، وان الاجراءات البرلمانية دي هي اللي بتحمي حقوق الناس دي في حالة ما اذا تضاربت المصالح. طيب حد يفهمني كده يعني ايه تضاربت المصالح؟ يعني احنا المفروض ان احنا نتهاوش مع بعض في الاجتماع؟ تقصدوا ايه بتضارب المصالح؟ مين يوضح لي يعني ايه تضارب مصالح؟ ايه رأيكم؟ صعبة، وجهات النظر تختلف. احسنت يا استاذة فاطمة، بناء على اختلاف الاهداف طبعا. دي تي ام وجيهة، تفضلي. مساكم الله بالخير ويعطيكم العافية. مساك الله بالنور والسرور والسعادة. دكتور مخلوف المتألق دائما، الله يبارك فيك. أعطي مثال، رحم الله والدك، أعطي مثال توضيحي. مثلا في الاجتماع لنفرض أن عندنا الآن فترة تمديد نص ساعة على نهاية الاجتماع، ففي مصلحة أن يعني الاجتماع يظل، مثلا رئيس الاجتماع يرى أن حتى يكون سير الاجتماع مناسب، أو هناك عضو عنده دور وما يدوره، لكن في شخص يقول أنا وقتي محدد، أنا متفق إلى ساعتين ووقتي محدد وانتهى الوقت. فهني مصلحة شخص طرف تختلف عن مصلحة الطرف الآخر. أحسنت، تحية كبيرة جدا 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 للأستاذة وجيهة بهبهان، شكرا جزيلا على المشاركة القيمة جدا وهنحتاجها في الفترة الجاية. هو ده الكلام يا جماعة، أنا ليا مصلحة وشخص آخر في المجموعة اللي بنجتمع مع بعض دي مصلحة أخرى، مين اللي كلامه يمشي؟ أنا عشان أنا واخد الرئيس أنا لازم كلامي يمشي؟ لا يا حبيبي، في الإجراءات البرلمانية مش كلامك اللي يمشي ولا كلام اللي يمشي، كلام مين اللي يمشي يا جماعة؟ اكتبوا لي على الشات مين اللي كلامه يمشي حسب الإجراءات البرلمانية عندما تختلف المصالح. ها مين يعرف مين كلامه يمشي؟ الإجراءات البرلمانية بالإضافة لما قبل فهي توفر أيوه الشفافية، أحسنتم، للأغلبية. الله أكبر، الأجماع على إنه الأغلبية ليها حق إنه كلامها هو اللي يمشي. بس خدوا بالكوا هنا، أحسنتي، الأغلبية حسب التصويت. أحسنتي يا أستاذة أسماء، أحسنتم جميعا، شكرا جزيلا. طيب بس خدوا بالكم، في حتة هنا اسمها أقلية. الأقلية فين حقها يا جماعة؟ أنا هقول لكم فين حقها. بصوا بقى فين حق الأقلية. ليها حق أن يسمع صوتها. طب وده مهم؟ طبعا مهم جدا. ليه بقى مهم؟ إحنا في النهاية فريق عمل، صح ولا غلط؟ إذا كان الاجتماع ده يشمل مؤسسة، يشمل جهة، يشمل التوست ماسترز، يشمل النادي، فإحنا فريق عمل. الأغلبية صوتت وخدت القرار. الأقلية اللي ما تسمعش صوتها ممكن تقول لك إيه؟ أنا مش هشتغل معاكم، أنتوا وحشين، أنا مش هلعب، أنا هسيبكم وانعزل. هل هذا يجوز؟ لا، في الإجراءات البرلمانية ده ما بيحصلش. ليه ما بيحصلش؟ لان احنا في الاجراءات البرلمانيه بنديك حق اتكلم، اعرض وجهه نظرك. لو الاغلبيه الاعضاء شايفين ان وجهه نظرك قويه تستحق بنصوت ليها، لو غير قويه ولا تستحق بنصوت ضدها. في النهايه احنا كلنا فريق عمل، بنعمل سويا وبنتفق ان مهما كانت النتيجه كلنا هنطبق هذه النتيجه. بمعنى ايه؟ زي ما نفس المثال اللي قالته الأستاذة وجيهة، لو قلنا إنه هنمدد الاجتماع نص ساعة ما ينفعش عشان أنت كنت معترض تخرج بره الاجتماع وتقول أنا آسف، لا، مدام قابلت بالإجراءات البرلمانية وصوتت معانا وقابلت بالنتيجة اللي طلعت إذن هتمشي مع الأغلبية. يبقى الأغلبية هي اللي كلامها ينفذ ولكن الأقلية يسمع صوتها. ليه؟ لتحذير الأغلبية، لتوجيه الناس لخطر قادم،
لتوضيح نقاط قد تكون غائبة عن البعض. كل هذا يعيد تفكير بعض الأعضاء في تصويتهم، إذا تكون النتيجة في النهاية أن احنا نوصل لأفضل نتيجة لهذه المجموعة. إذا الأغلبية كلامها يمشي، الأقلية يسمع صوتها، بكده كل الحضور في أي اجتماع يبقى حصل على حقه وتواجده ومميزاته وإيجابياته في هذا الاجتماع. أحسنتم، ونحاول نسمع سبب اعتراضه. هايل، جزيل، شكرا جزيلا أستاذة فاطمة. طيب يا جماعة نكمل كلام، نيجي بقى لشوية تعريفات أساسية مكتوبة في أول الكتاب الجميل ده. على فكرة الكتاب ده مختصر في توست ماسترز، وهقول لكم نجيبه منين في آخر البرزنتيشن بتاعتي. أول تعريف عندي اسمه النصاب، والنصاب ده كلمة ممكن تكون صعبة على البعض لكنها سهلة وبسيطة لو فهمناها. النصاب يا جماعة أقل عدد تتم بيه جلسة الأعمال، أقل عدد يسمح بإتمام جلسة الأعمال، وده ليه بعض القوانين هنشرحها بالتفصيل في الفترة القادمة. يبقى عرفنا النصاب هو إيه؟ أقل عدد يسمح بإتمام جلسة الأعمال، أو أقل عدد مطلوب يسمح بجلسة الأعمال. المقترح، على فكرة رؤساء الأندية ورئيس القطاع والسادة اللجنة التنفيذية للقطاع، اعملوا حسابكم إنه إن شاء الله على الفترة الجاية خلال الشهر القادم كل ما هتخشوا اجتماع هتلاقي 3-4 رافعين إيده أقترح أقترح. ده تأثير الورشة بتاعت النهاردة، فما تاخدوش في بالكم. إذا ما هو المقترح؟ اقتراح بيقدم بشكل رسمي لاتخاذ إجراء أو قرار معين. طب يا جماعة لو ما رفعناش إيدينا وقدمنا المقترح إيه اللي هيحصل؟ تخيلوا كده، أنا عايز أتكلم وأقدم وأقول مشكلتي وفلان التاني عايز يقول برضه كلامه وعنده فكرة عايز اقتراح يقولها، والتالت عايز يعقب على النقطة اللي فاتت، والرابع عايز يتكلم. الاجتماع هيبقى شكله ايه؟ يلا قولوا لي كده الاجتماع هيبقى شكله ايه؟ فوضى. ايوه يا استاذة اسماء والله صح، فوضى. طيب احنا محددين ساعة يا جماعة للاجتماع بتاع اللجنة التنفيذية، حد فيكم بذمتكم بيخلص، اذا كنتوا بتجتمعوا يعني، بيخلص اجتماع اللجنة التنفيذية للنادي في ساعة؟ والله والله بالإجراءات البرلمانية بلا فخر، كنت رئيس نادي Life Principles السنة الماضية وكنا بنخلص الاجتماع في ساعة ساعة، كنا بنخلص الاجتماع، بس كنا بنجتمع مرة كل شهر وكنا بنحضر أجندة قبلها. ففي بعض القواعد اللي تخلي الاجتماع يخلص في ساعة، بس من أهمها تطبيق الإجراءات البرلمانية، لأنه كل واحد بيقدر يبدي رأيه ويحس إنه كلامه له قيمة. أنا لما أعترض على القرار كلامي معناها كده إن أنا رافض كلامك، ده كلام. يعني لما بقول موافق أو أقول معترض ده كأني اتكلمت، كأني قلت رأيي. أنتوا فاهمين الوضع ماشي إزاي في الإجراءات البرلمانية قد إيه جميلة؟ طيب إيه كمان؟ القرار، إمتى بنقول إن المقترح أصبح قرار؟ لما المقترح يحصل على الأغلبية بنعم، ورئيس الاجتماع يعلن انه القرار ده تم اعتماده، كده اصبح المقترح تم اعتماده، اصبح المقترح قرار واجب تنفيذه من مين؟ الأغلبية ولا الأقلية؟ مين اللي ينفذ القرار، الأغلبية ولا الأقلية؟ يلا بسرعة، الأغلبية ولا الأقلية؟ لا لا الأقلية، لا لا والله الأقلية. الكل يا جماعة صحصحوا معايا، ما دام بقى قرار ملزم لجميع أعضاء المجموعة، الجميع. شوفوا الناس اللي مصحصحة دي، تي ام وفاء طبعا مصحصحة، صباح الفل. طيب أنا بقى هدوخكم شوية، مين رئيس الاجتماع؟ يعني دلوقتي العريف المتميز خالد عبد الله عضو في نادي اكتيف مايندز،
وبيحضر الاجتماع. ده رئيس القطاع يا اخوانا، لما يحضر الاجتماع يبقى مين رئيس الاجتماع؟ ها؟ رئيس النادي وليس رئيس القطاع. الله، يعني رئيس القطاع يبقى قاعد ورئيس النادي هو اللي يرأس الاجتماع؟ يا لا، عيب عيب ما يصحش والله، عيب. لا يا جماعة لا، ده حتى مكانته كبيرة يا جماعة. رئيس الاجتماع قد يكون هو رئيس النادي، قد يكون هو رئيس النادي. رئيس الاجتماع هو الشخص المفوض برئاسة هذه المجموعة خلال هذا الاجتماع، ويقوم بالنظر في القواعد وما إلى ذلك. في حالة غياب رئيس النادي، مين بيبقى رئيس الاجتماع؟ اكتبوا لي يلا يا شباب، مين يبقى رئيس الاجتماع في حالة غياب رئيس النادي؟ مين رئيس الاجتماع؟ تعليمية. أحسنت يا أستاذ أسماء، نائب الرئيس للشؤون التعليمية. الله عليك يا أستاذة وجيهة، أحسنتي. طيب النائب الرئيس للشؤون التعليمية مش موجود، مين؟ العضوية. نفس الكلام في القطاع، في حالة غياب رئيس القطاع مين ينوب عنه؟ أول نائب لي، مدير جودة البرنامج، وهكذا. إذن رئيس الاجتماع لا يشترط أن يكون هو رئيس النادي. أيوة خدت بالي يا أستاذ يا دتي أمونة، خدت جودة البرنامج هو اللي يبقى رئيس الاجتماع. قولي بقى أمونة، نبعت اتنين بلطجية حالا. المهم مش عايز أطول عليكم، إذن رئيس الاجتماع هو الشخص المفوض برئاسة هذا الاجتماع. ممكن على فكرة، ممكن أحيانا يبقى عضو من أعضاء النادي حابين يخليه يتدرب على رئاسة الاجتماعات عشان يمسك الفترة الجاية رئيس للنادي، وارد. إذن رئيس الاجتماع عرفناه، رئيس الاجتماع بيبقى موجود على افتراضيا حاجة اسمها الهاي تيبل، أو الطاولة القيادة، أو الطاولة العليا للاجتماع. ده افتراضيا، يعني هو ممكن يبقى قاعد في وسطنا، بس مجازا بنقول انه قاعد على طاولة اعلى شوية مننا. ليه؟ عشان في بعض الاحيان بنحتاجه ينزل من على الطاولة دي ويبقى في وسطنا هنا في بعض الحالات هنقولها قدام. معايا يا شباب؟ يلا thumb up لو انتم معايا مصحصحين. التايمر نام انت، ما تصحصحش معانا. thumb up، اين thumb up يا شباب؟ لا 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 لا، نمتوا. احسنتوا احسنتم، منورين. اذا نكمل باقي رحلتنا في الاجراءات البرلمانيه. نمسك بقى الجزء بتاع النصاب. وليه انا مهتم بالجزء بتاع النصاب؟ لانه بدونه لا نستطيع اجراء جلسه الاعمال. وحتى لو تم اجراء جلسه الاعمال هتحتاج مره تانية اعاده تصويت للجلسة عشان النصاب لم يكتمل. طيب النصاب ده رقم محدد؟ يعني نقول مثلا النصاب لازم يبقى 20؟ لا، ده مش رقم محدد، ده بيعتمد على نوع الاجتماع، وكل اجتماع له نصاب معين. امتحان سريع لقادتنا واعضائنا اعضاء اللجنة التنفيذية للقطاع، يلا قولوا لي النسب بتاعت كل واحد. انا عندي ثلاث اجتماعات مهمة. اجتماع النادي النصاب بتاعه كام؟ اللجنة التنفيذية للقطاع النصاب بتاعها كام؟ واللجنة العمومية للقطاع النصاب بتاعها كام؟ حبيبي دي تي ام توست ماستر راشد، انت برضو ما تتكلمش، انت حافظ الموضوع اكتر مني. النادي 8؟ لا خديجة، ايوه دكتور مخلوق، دي تي ام خديجة منورانا. النص زائد واحد، دائما يقولون نص الموجودين، لكن عشان الفصل فيصير زائد واحد، يعني 11 من 20 مثلا. حلو حلو، يبقى 50 زائد واحد من الاعضاء الفاعلين بالنادي. حط خط تحت الفاعلين، دي هنحتاج لها دلوقتي. حط خط تحت ايه؟ الفاعلين، هنحتاج لها دلوقتي. طيب هوضح لك السلايد اللي بعد ده، معلش خليك استحملني يا حليمة، استحمليني يا حليمة، أنا آسف. أحط خط تحتها ونستحملها دلوقتي. اللجنة التنفيذية للقطاع، استنوا استنوا، اللجنة التنفيذية للقطاع، مين اللجنة التنفيذية للقطاع؟ مين يعرف مين اللجنة التنفيذية للقطاع؟
يلا يا شباب، مين اللجنة التنفيذية للقطاع؟ أين أنتم؟ التريو، لا التريو اسمهم التريو، ثلاثي القطاع. لا يا أستاذة نعيمة، في أكبر منهم كمان، اللجنة التنفيذية للقطاع تشمل عدد أكبر. مديرين المناطق ومديري الأقسام. أيوة. والتريو. أيوة. ست الكل. يا أهلا وسهلا، إزاي حضرتك؟ الحمد لله، إزاي حضرتك يا دكتور؟ أحسنتي. يبقى اللجنة التنفيذية للقطاع مدراء المناطق والأقسام ومجلس القطاع. طيب النسبة بتاعتهم دول في التصويت كام؟ مدراء المناطق الجدد خدوا بالكم، عندكم اجتماع قريبا، خدوا بالكم النسبة دي مهمة، لازم تعرفوا العدد كام ولازم تعرفوا نسبة التصويت عندكم كام لاتخاذ أي قرار وعرضه على الجمعية العمومية. قرارات اللجنة التنفيذية تعرض على الجمعية العمومية. 50+1 برضو، النصف زائد واحد. محدش يقول بقى من الـ DTMs حبايبنا. الجمعية العمومية نسبتها كام؟ الأول مين الجمعية العمومية؟ مين الجمعية العمومية يا شباب؟ يلا. اللي دول مع رؤساء الأندية والتعليمية. أحسنتي. لا يا نعيمة، مش كل الأعضاء. الجمعية العمومية 2 بس من الأندية بيحضروا. اللجنة التنفيذية للقطاع كاملة بالإضافة إلى التعليمية والرئيس من كل نادي. الرئيس والتعليمية من كل نادي. طيب الشاطر بقى بجد اللي يقول لي النسبة بتاعتهم في النصاب كام؟ دي صعبة. الله الله الله، دي تي ام حسام، يا مرحبا، يا اهلا وسهلا، منور يا حبيبي. تلت مين؟ مش تلت الجمعية كلها، لا خدوا بالكم من الحتة دي، تلت الرؤساء وتعليميات الأندية فقط. تلت رؤساء وتعليميات الأندية فقط. خلونا ناخد مثال. الله يبارك فيه. عندنا نادي ابن حلال ممتاز كده، عدد الأعضاء بسم الله ما شاء الله 30 عضو، منهم 24 عضو فاعل. يعني ايه قلنا عضو فاعل؟ يعني دافع الرسوم على موقع التوست ماستر، مش مديها لأمين الخزينة، لا دافع الرسوم على موقع التوست ماسترز، وظاهر في إحصاءات التوست ماسترز عدد أعضاء النادي 24. في 4 غير فاعلين. يعني ايه غير فاعلين يا جماعة؟ لسه قايلين اهو، 4 غير فاعلين يعني لم يدفعوا الرسوم. تفضل يا راشد، تفضل. في حد 50+1؟ اي مسامحة دكتور، قالت جاوب على التوست ماستر نعيمة في الشات مو عليك. انا اسف. اوكي، اعضاء شرفيين 2. النصاب بتاع النادي ده يبقى كام؟ يلا يا شباب احسبوها كده، 30 عضو منهم 24 فاعلين، 4 غير فاعلين و2 شرفيين، يبقى الاحصاء. الله عليك يا استاذ نعيم. 13 يصيرون. صح صح. ازاي؟ احنا بنحسب بس الفاعلين، لان نص الفاعلين 12 وقلنا زائد 1 فيصير 13. احسنتي احسنتي. الاستاذه اللي سالتني، استاذه وصلت المعلومه كده؟ عرفنا الفاعلين اهميتها ايه؟ استاذه حليمه وصلت الاجابه؟ حلو قوي. طيب نيجي بقى للقطاع. النهارده عدد الانديه في القطاع 125 نادي. معنى كده ايه؟ ان عندنا 125 رئيس و125 نائب رئيس للشؤون التعليميه. النصاب كام؟ يلا يا اولاد، يلا يا رجاله. 126. يا نهار ابيض، ازاي وقعتك؟ وقعتك. لحظه لحظه، بصي تاني.
وقعتك. بصي تاني رشد كتبها. لا هم عدد الأندية 125 نضربها في 2 250 لأن كل رئيس نادي مع تعليميته ف 250 مو نص ال 250 احنا نبي 30% التلت للتعليميات ورؤساء الأندية. يبقى كده لما نقسم على 3 تطلع 83.2 صح 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 ايه. انا نجبر 83.2 تبقى 84 عضو. يبقى لازم يحضر عشان قرارات الاجتماع تفعل، لازم يحضر الاجتماع القادم للجنة التنفيذية للجمعية العمومية 84 عضو، 84 رئيس ونائب رئيس الشؤون التعليمية. ودي مش حاجة سهلة، دي لازم نشتغل عليها من بدري. سهل النصاب يا جماعة؟ وضحت الصورة بتاعت النصاب ازاي بنعرف النصاب؟ النصاب ده مهم ليه؟ عشان نبدأ بجلسة الأعمال، عشان نبدأ بجلسة الأعمال. لكن التصويت محلوك. التصويت بيكون بالأغلبية، خدوا بالكم التصويت بيكون بإيه؟ بالأغلبية، ماليش دعوة بالنصاب، النصاب ده في الأول، ما تلخبطوش. التصويت ممكن يكون بالأغلبية، ممكن يكون بثلثي الأعضاء، ده حاجة، والنصاب حاجة تانية. النصاب ده الرقم اللي نبدأ بيه جلسة الأعمال. واضح؟ في حد مش فاهم يكتب لي على الشات، اتفضلي اتفضلي. ليش 30%؟ ليش مو 50؟ لا هي 1/3، دي قوانين واجراءات التوست ماسترز، مش احنا اللي عاملينها. اوكي. وبعدين لو خدتي بال حضرتك هو مركز هنا على مين؟ على الاعضاء، على الانديه اللي هي اللي لازم تاخد القرار. لو الانديه مش ممثله القرار مش هيطلع. خدي بالك هو حسب النصاب منين؟ من رؤساء الانديه وتعليميات الانديه. يعني هو في التوست ماسترز الدولية يهمه حضور مين؟ الأندية، تبقى حاضرة ممثلين الأندية يبقوا حاضرين، لأن القرارات اللي هتطلع دي قد تكون في مصلحة القطاع لكن لا تكون في مصلحة الأندية، يبقى الأندية ترفض. فهمتوني يا جماعة؟ أستاذة وجيهة لو تكتبي بس عشان الوقت بيداهمني وهفتح الأسئلة في الآخر. أنا آسف، فهمتوا النقطة دي يا جماعة؟ التوست ماسترز الدولية يهمها ان انتوا اللي تطلعوا القرارات، ان القرارات دي تكون في مصلحة الاندية، فلازم تحضروا لانه بدونكم مفيش قرارات هتطلع. سامعين يا جماعة؟ thumb up لو معايا وهتحضروا مجلس القطاع القادم ان شاء الله. thumb up اللي هيحضر مجلس القطاع القادم. ايه ده محدش هيحضر؟ اخص عليكم. فيصل مش هتحضر؟ ايوه كده احسنتم. انا مش هحضر، انا لا تعليميه ولا رئيس، الحمد لله. حاضر حاضر يا فندم. في جدول اعمال الاجتماع عامه بيبقى زي ما انتم شايفينه قدامكم. رئيس الاجتماع بيفتتح الاجتماع، يعني في جلسه ان شاء الله في مجلس القطاع القادم، في الجمعية العمومية للقطاع القادمة، هتلاقوا انه بيفتتح الاجتماع من قبل رئيس الاجتماع دي تي ام خالد عبد الله، ويطلب من سكرتير القطاع انه يتأكد من وجود النصاب، فبيطلع السكرتير يقول انه حضور عدد كذا من رؤساء الاندية، عدد كذا من تعليميات الاندية، عدد كذا، اذا النصاب كذا وقد اكتمل النصاب او لم يكتمل النصاب حتى الان، فتؤجل لك جلسة الأعمال إلى نهاية اليوم مثلا. المهم إنه لازم نوجد النصاب في الأول. تيجي النقطة اللي بعد كده، بتعتمد الأجندة، بنعمل اعتماد، تعتمد الأجندة كما تم توزيعها، تمام. وبعدين بنيجي بقى نشوف محضر الاجتماع السابق، اجتماع الجمعية العمومية السابق، ممكن يكون في نفس السنة، ممكن يكون في السنة الماضية. بنقول هنا انه لازم يتم التصويت على محضر الاجتماع السابق، ولكن اذا تم توزيعه ولا يوجد فيه تعديلات جوهرية بيتم اعتماده مباشرة من قبل
الجمعية العمومية، ثم تتلى تقارير اللجان التنفيذية للنادي أو اللجان التنفيذية للقطاع. أهم تقرير لازم يتم التصويت عليه بالموافقة، أي تقرير؟ مين يقول لي؟ أهم تقرير في النادي أو في القطاع لازم يتم التصويت عليه بالموافقة من الجمعية العمومية، أي تقرير؟ طبعا هتقولوا لي رئيس القطاع، ده هو اللي كلامه يعني على رأسنا كلنا، لازم ده اللي يتوافق عليه. مين؟ أي تقرير؟ قولوا لي. الله عليكم مصحصحين. التقرير المالي للنادي أو للقطاع يجب أن يعرض كاملا ويتم التصويت عليه. في لجان فرعية بتنشأ من قبل رئيس القطاع. مين اللي بينشئ اللجان؟ رئيس القطاع، زي لجنة مراجعة الميزانية مثلا، زي لجنة الانتخابات، زي لجان كتيرة. تقارير اللجان دي بتالي تقارير اللجنة التنفيذية للنادي أو للقطاع. في أعمال باقية من الاجتماع الفات، حد رفع مقترح، المقترح تم تأجيله للاجتماع القادم لأسباب مختلفة، فلازم نبدأ به وننهيه في هذا الاجتماع، وبعدين نشوف هل في أعمال جديدة، نبدأ نشوف هل في حد قدم مقترحات قبل بداية الاجتماع عشان تؤخذ في الاعتبار. عند انتهاء هذا كله نعمل اختتام فقرة الأعمال. دي في النادي تاخد وقت قد ايه؟ ربع ساعة بالكتير 20 دقيقة. في القطاع ممكن تاخد حوالي ساعة الى ساعة ونصف. اللي انتوا شايفينه ده يا جماعة هتشوفوه عملي لما تحضروا القطاع، لما تحضروا اجتماع القطاع، بس عايزكم وانتوا حاضرين تبقوا شايفين الكلام ده وفاهمينه وعارفينه. وباذن الله هدي دي تي ام منى عجاب البرزنتيشن لو حابين حد يحتفظ بيها. قواعد طرق المطرقه في السريع كده، حته لذيذه دي بنحبها. تطرق المطرقه لمره واحده امتى؟ مين يقول لي؟ افتتاح الاجتماع. مره واحده العكس، انتهاء الاجتماع او اعلان تصويت مقترح قد تم الموافقه عليه، او ندعو الاعضاء للجلوس بعد قيامهم لاي تكريم. يعني لما بنكرم عضو او بنكرم حاجه احيانا بنقف ونحيي العضو اللي انجز، بعدها عشان ننهي الموضوع بيطرق رئيس الاجتماع طرقه واحده بالمطرقه يتفضل الحضور بالجلوس. انهينا الاجتماع طرقه واحده، انهينا التصويت وتم اعلان النتيجه طرقه بالمطرقه. طيب امتى نطرق طرقتين زي ما حضرتك قلتي دلوقتي؟ ها، افتتاح الاجتماع. صح، احسنتي. عند افتتاح الاجتماع طرقتين، نهاية الاجتماع، نهاية التصويت، نهاية التكريم طرقة واحدة. احيانا بنطرق المطرقة 3 مرات. مين شاطر يقول لي امتى؟ نطرق المطرقة 3 مرات اما لوقوف الاعضاء، عايزين نكرم حد، عايزين بنطلب من الأعضاء الوقوف مثلا لتحية العلم، لتكريم شخص، لدخول شخص مهم عايزين نحييه، بنطرق المطرقة 3 مرات، الجميع بيقف ونبدأ في تحية الشخص. لما أعمل كده بقى ده معناه إيه؟ ده معناه إيه؟ هدوء. أحسنتي، اهدوا يا جماعة، ما يصحش كده، نقطة نظام. وصلت يا أستاذ فيصل، وصلت. نبدأ في أهم نقطة احنا جايين لها النهاردة وهي الاقتراح. ازاي اعمل اقتراح؟ عندنا اكتر من نوع للاقتراحات، المقترح الرئيسي اللي هو احنا بنقوم نقوله واللي هو اللي بينظر فيه واللي هو بنبتدي نناقشه وبنقول عليه يس او نو، حلو او وحش. المقترح الفرعي وهو تعديل للمقترح الرئيسي، فرعي من الرئيسي. يعني احنا عندنا مقترح اساسي رئيسي وفي تحته مقترح فرعي، يليها مقترح مميز. لما بنقعد نتناقش ممكن تحصل حاجة ضرورية تستدعي ان واحد يتدخل في النقاش لإنهائه، لقول سؤال مهم، لمقاطعة نتيجة شخص مهم دخل. ثم آخر شيء
مقترح عربي، ده لا له علاقة بالمميز ولا الفرعي ولا الرئيسي، ده حاجة إضافية. دي الأنواع العامة للمقترحات. النهاردة بإذن الله لو الوقت سمح لنا هنحاول ناخد فكرة قوية عن المقترح الرئيسي وبعض المقترحات الفرعية، وناخد فكرة عامة عن المميز والعرض. تمام؟ انتوا نمتوا؟ ثم باب يا جماعة للي مصحصح معايا، اين انتم؟ لا 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 يا جماعة نمتوا والله، فين الثم باب؟ منور يا محجاج حبيبي. اوكي يا جماعة تسلم يا حليم، الله يبارك فيك يا حبيبي. المقترح الرئيسي صفاته ايه؟ صفات المقترح الرئيسي ايه؟ ممكن نناقشه؟ ممكن نناقشه. قابل للتعديل؟ جدا قابل للتعديل. التصويت عليه بأغلبية 50+1، التصويت عليه بأغلبية ايه؟ 50+1. يشترط فيه التثنية. يعني ايه يشترط فيه التثنية؟ يعني لو محدش ثنى على المقترح الرئيسي يحصل له ايه يا جماعة؟ لو لم يثني على المقترح الرئيسي اي شخص يحصل ايه؟ لا يتم التصويت، يسقط. يسقط، احسنت يا استاذ راشد، يسقط. المقترح الرئيسي لو لم يثنى عليه يسقط. الخطوات ببساطه، يلا بينا. اول حاجه رفع المقترح، عضو يقف ويرفع المقترح ثم عضو اخر يثني عليه. عند ذلك يقوم رئيس الاجتماع بتكرار المقترح على الجمعية العمومية مرة تانية، ثم يفتح باب النقاش على هذا المقترح ما بين مؤيد ومعارض. يبقى لازم يكون فيه مؤيد ومعارض، ثم يتم التصويت على المقترح واتخاذ القرار. عند ذلك يعلن رئيس الاجتماع نتيجة هذا المقترح. طيب نخش في تفاصيل بسيطة قوي. لازم عشان ترفع المقترح لازم تطلب إذن من رئيس الاجتماع. ترفع إيدك، ولو العدد ضخم وكبير ممكن تقف عشان يشوفك رئيس الاجتماع وترفع إيدك. تتكلم؟ لا، لا تتحدث إلا بإذن من رئيس الاجتماع. لما رئيس الاجتماع يعطيك الإذن بالتحدث بتقف وبتذكر اسمك، اسم ناديك ومنصبك. هتفرق إيه؟ في سكرتير بيسجل المحضر، لازم يعرف مين اللي قدم الاقتراح ومن اي نادي عشان الاسماء ممكن تتشابه، وايه منصبه، هل هو فعلا مؤهل انه يشارك باقتراح ولا لا. احنا قلنا التعليمية والرئيس هما بس اللي من حقهم مع اللجنة التنفيذية للقطاع. لو الاتنين دول، لو اللي موجود مثلا العضوية لسبب ما كان حاضر، هل من حقه يقدم مقترح؟ لا. اذا ذكر المنصب والاسم له أهمية كبيرة، فلا تنسوا ذكر اسمك ومنصبك. تقوم تقف تقول ايه؟ اقترح ان. تقوم مثلا اقترح ان يقدم بيتزا بدلا من اللحم في اجتماع الجمعية، اللجنة الجمعية العمومية للقطاع. ما رأيكم؟ اقتراح، عايزين نقدم بيتزا بدل لحوم في او لحوم بدل بيتزا. تمام؟ ايه رايكم في المقترح ده؟ مقترح ايه؟ الخطوه الثانيه، التثنيه على المقترح. يا جماعه في ناس بتخلط هنا، انك تثني على المقترح مش معناها انك موافق عليه. انا عايز المقترح يتناقش، فأنا كشخص سمعت المقترح المقدم من الشخص التاني، أنا ممكن أكون معترض على الاقتراح ده، على المقترح، بس أنا شايف إن إحنا محتاجين نناقشه، فأنا أقوم وثني عليه عشان نناقشه فيسقط أو يعتمد. بطلب الإذن برفع اليد، بقف بذكر الاسم والمنصب بعد أن يسمح لي واسم النادي، ثم بقول أثني على المقترح المقدم من فلان. ما اقعدش بقى أربع أيام أعمل الموضوع ده. محمد مخلوف نادي لايف برنسبلز أثني على المقترح. نائب الرئيس لشؤون التعليمية أثني على المقترح. بس وعد. ما اخدش وقت طويل لأنه ما فيش وقت. إحنا كل اللي معانا مدة محددة
عايزين نستغلها افضل استغلال. الخطوه الثالثه، الرئيس يعيد الكلام، لقد اقترح فلان كذا كذا كذا، ويعيد الكلام اللي قاله وثنى عليه فلان الفلاني. شفتوا اهميه الكلام؟ ممكن المقترح اللي يقوله في المرحله دي يتقال بالحرف او يبقى في بعض الكلمات المتغيره شويه، بس في النهايه، في نهايه المقترح لازم يذكر كما تم التصويت عليه. اول ما المقترح يذكر من رئيس اللجنه اصبح ملكيه المقترح ده مش للعضو اللي اقترحه، لا بقت المجموعه هي اللي مالكه ليه. يعني لو العضو بعد دقيقه قالك لا خلاص انا تراجعت ومش عايز الموضوع ده، ما ينفعش، خلاص ما بقاش ملكك، ما بقاش من حقك انت انك تقول لا خلاص والله مش عايز، لا لازم يكتمل مناقشه هذا المقترح. الخطوه الرابعه النقاش بقى، النقاش لازم يبقى فريقين، فريق مؤيد وفريق معارض. الفريق المؤيد له الأولوية، صاحب المقترح هو اللي يبدأ النقاش. أنا ليا 30 ثانية ولا ليا دقيقة؟ ما رأيكم؟ ولا يتحدث حتى يسمح له من رئيس الجلسة، يتكلم مرة واحدة، بيتكلم في المدة المحددة من رئيس الجلسة، يكون النقاش محصورا في المقترح، عدم مقاطعة المتحدث أبدا، توجيه الكلام للرئيس وليس للمتحدث أو المقترح، ولا مهاجمة للأشخاص أو نيتهم. يا جماعة نحترم بعض جدا في الاجتماعات. أنا ما بكلمش، يعني أنا وراشد مثلا بعد إذن حضرتك توست ماستر راشد ميمون، أنا وراشد انا قدمت مقترح ودي تي ام راشد وقف ضد المقترح، فانا قلت في الاول وبعدين دي تي ام راشد قال بعد كده، باجي انا بقى ارد، ما بردش على كلام، ما بردش على راشد، انا برد لرئيس الاجتماع، ما بكلمش راشد، بكلم رئيس الاجتماع وبرد على الكلام المتعلق بالاقتراح، مش برد على راشد. فأنا لا أتحدث عن شخص، أنا أتحدث عن مقترح ملكوش دعوة بالأشخاص. التحدث يبقى مع رئيس الاجتماع، ولا نتدخل في نيات الأشخاص ولا نهاجمهم، نحترم بعض في النقاش، لا أقاطعه لا أهاجمه ولا أتحدث إلا بعد إذن، تمام. وآخر نقطة أو النقطة الأساسية الخامسة هي طرح المقترح للتصويت. أولا يتأكد الرئيس من عدم وجود طلبات للنقاش أخرى أو عدم وجود مقترحات للتعديل، ثم يكرر الصيغة حرفيا كما وردت. هنا بقى لازم تكرر حرفيا كما وردت، بيأخذ الصيغة من السكرتير لو هو لم يكتبها، ثم يطلب من البرلماني أو رئيس الرئيس بنفسه بيشرح آلية التصويت. هنصوت ازاي؟ في كذا آلية للتصويت، اما برفع اليد او بانك تقول اي او ني، اي يعني يس او يعني يوافق، ني يعني نو او ارفض. لو العدد كبير ومش عارفين نحصر بالصوت او برفع الايدي بنقف او بنعمل بالاقتراع او بمنادات الاسم، وفي النهاية بتعلن النتائج في الخطوة السادسة بطرق مطرقة واحدة من رئيس الاجتماع، وبيعلن اعتماد المقترح او سقوط المقترح حسب نتيجة التصويت. كنت اتمنى ان احنا نقدر ندخل في المقترحات الفرعية، لكن نظرا لضيق الوقت ولأهمية الجزء التدريبي، فانا حابب اشكركم جدا على اتاحة الفرصة ليا، واعود الى اخي وصديقي دي تي ام يوسف الشيخ لاستكمال الفقرة التدريبية. حبيبي يا دكتور جزاك الله على خير، شكرا وجعل الله في ميزان حسناتك للمعلومات المثمرة الجميلة الرائعة، شكرا جزيلا لكل المستمعين الآن. شكرا يا دكتور يعطيك العافية. الآن نأتي إلى دور الورشة رقم 2 في الإجراءات البرلمانية الجزء العملي،
مع تي ام راشد ميمون عضو منظم منذ 2012 بطل مسابقه الخطب الفكاهيه منصب مدير اداره لقطاع 20 ومدير المنطقه والذي فاز به بجائزه احسن مدير منطقه في قطاع 20 حاليا يشغل منصب رئيس نادي بويس ونائب الرئيس للعلاقات العامه في نادي فيزيون ديفانس ومنسق الجوده والتخطيط في فريق مدير جوده البرنامج بقطاع 20 مع تي ام راشد ميمون. مرحبا بك استاذ راشد، يعطيك العافيه. السلام عليكم، مشكور توست ماستر يوسف على المقدمه الرائعه. الله يسلمك يا ربي، اليك ناقل الصوت. الله يسلمك. مدير القطاع 20 ومدير جودة البرامج ورئيس تنمية الأندية، رئيس الأندية العربية، عبد الله ماجد، ما نسيتك، مو مشكلة، وجميع الأعضاء الحاضرين من القطاع. أولاً يعني أحب أشكر الدكتور محمد مخلوف على يعني مقدمة الرائعة، لأن إجراءات البرلمانية هي مدرسة وهي يعني بحر إذا كان أحد يحب يعني يدرسه ويعرف عنه. بس اليوم إحنا خدينا الجانب النظري، أنا عادة ما أقول أنا جانب الممل، ما أنا يعني مفعم بالمعلومات ومفعم بالكثير من الأشياء، بس تعال طبق هذه النظريات. هني يتم تطبيق، لما يكون تطبيق كل النظريات اللي خذيناها وكل الكلام والتعريفات، هنا المكان الجدي يعني. واليوم إن شاء الله بناخذ سيناريو، إحنا بنعطيكم سيناريو. عادة ما نعطي سيناريو يتم تنظيمه يعني كيفية إدارة اجتماع نادي وشنو الإجراءات البرلمانية التي يتم اتباعها، ولكن اليوم بنعطيكم شيء مختلف حسب طلب الجمهور. خلينا نقول لأن اجتماع مجلس القطاع عادة لا يتم بالعربية، هو يتم بالإنجليزية، لهذا بس حق اليوم بنعطيكم إياه شنو يصير في اجتماع مجلس القطاع وشنو المقترحات وكيفية رفع المقترحات وكيفية التثنية عليه وكيفية الخطوات اللي ذكرها دتي مخلوف بالتطبيق العملي. ومعاي اليوم إن شاء الله فريق متميز. أطلب منكم بس طلب اللي هو بس حق الفقرة دي، أحب أطلب من أصحاب الأدوار أن يفتتحون الفيديو مالهم، أما البقية اللي ما لهم دور في الفقرة يعني نتمنى أن يسكون الفيديو. أوكي، وبننتقل إلى جاليري فيو. إذا بتروحون على جاليري فيو أوكي، فرحبوا معاي. أولاً مدير القطاع راشد ميمون، المدير الإداري توست ماستر فيصل مسامح، مدير جودة البرامج وتلعب دوره مدير جودة البرامج دي تي ام مناقب، عندنا المدير المالي توست ماستر متميز سحر الوردجي، عندنا رئيس نادي المتميزون دي تي ام سهام محمد، رئيس نادي المشاغبين توست ماستر أسماء المعزي، وعندنا البرلماني توست ماستر نجاة عيسى، ورئيس لجنة اعتماد التصويت توست ماستر فوزية العايض، وعندنا مدير قسم دبليو توست ماستر حسام رياض، إضافة إلى مدير المنطقة 66 توست ماستر داليا الديب، و نائب الرئيس للشؤون التعليمية لنادي المشاغبين توست ماستر المتميز عائشة السبيعي. والآن أيها السادة، فلنبدأ السيناريو
بس قبل أن نبدأ توستماستر عائشة أنت معانا صح؟ معاكم أكيد. خلاص أوكي. أهم شيء المشاغبين معانا. يلا فلنبدأ على بركة الله. المدير الإداري فلتتفضل. السلام عليكم، مساكم الله بالخير جميعا، معكم توستماستر فيصل المسامح المدير الإداري للقطاع 20. أهلا وسهلا بكم في الاجتماع الأول لمجلس القطاع 20 لسنة 2022-2023. قبل أن نبدأ الاجتماع خلونا نأخذ بعض التعليمات اللي إن شاء الله راح تساهم بأن هي تنجح هذه الاجتماع. نرجو منكم وضع اللاقط الصوتي الخاص بكم على وضع الصامت في حال احتجتم للمشاركة. أرجو منكم استخدام خاصية رفع اليد، وفي حال أن أحد منكم حاول أنه يطلب مساعدة أو عنده مشكلة في التقنية يتواصل معي أو يتواصل مع أحد الفنيين، وإن شاء الله راح نحلها لكم بكل بساطة. رحبوا معي برئيس القطاع 20 التوستماستر المتميز راشد ميمون. إليك رابط الصوت. شكراً مدير الإداري للقطاع 20. أعلنوا بداية اجتماع مجلس القطاع الأول. أرجو من المنظمين إن ما يسوون سبوت لايت، ما يسوون أي شيء لو سمحتوا، بس خلوا جاليري فيو، لا تجيسون أي شيء لو سمحتوا. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً للمدير القطاعي المتميز توستماستر فيصل. أهلاً وسرني أرحب بأعضاء مكتب القطاع ومدراء الأقسام ومدراء المناطق، إضافة إلى رؤساء الأندية والنواب الرئيس للشؤون التعليمية إلى هذا الاجتماع. أيها الحضور الكرام، نحن على أعتاب بداية جديدة، بداية نتمنى أن توازي ما سبقته، ونتطلع إلى تحقيق إنجازات جديدة والارتقاء بالقطاع 20 إلى آفاق جديدة. ونعلم جيدا إن هذا لن يتحقق إلا إذا عملنا معا لتحقيق أهدافنا من على مستوى الأندية، ومن ثم المناطق، ومن ثم الأقسام، وصولا إلى القطاع. فلننسى ما فات، لأن اللي فات مات، ولنتجنب الأخطاء السابقة ونتعلم منها ولنصنع التغيير. أي الحضور الكرام، قبل أن نمضي قدما أود أن أطلب من مدير جودة البرامج قراءة رسالة القطاع، فلتتفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدير القطاع 20 توستماستر المتميز راشد ميمون. رسالة القطاع: نحن ننشئ أندية جديدة. رددوا بعدي. نحن ننشئ أندية جديدة. وندعم جميع الأندية لتحقيق التميز. شكرا لكم، وعودة إليك توستماستر متميز راشد ميمون مدير القطاع. شكرا للتوستماستر المتميز منى عقاب مدير جودة البرامج. والآن دعونا ننتقل إلى اعتماد جدول أعمال الاجتماع اليوم. لو سمحت معلك أمر. السلام عليكم. نعم، من معي؟ نائب الرئيس للشؤون التعليمية لنادي المشاغبين بكل فخر. لو سمحت بس عندي، لو تكرمت أود أن أقترح إلقاء جميع التقارير من جدول الأعمال، وفقط نذهب إلى فقرة الأعمال الجديدة لهالسنة إن شاء الله. شكرا. عذرا البرلماني توستماستر نجاة. عذرا، حسب لوائح توستماستر العالمية هناك تقارير وبنود لابد من مناقشتها في الاجتماع، ولا يمكننا إلقائها، وتشتمل تقارير كل من مدير القطاع، مدير جودة البرامج، مدير العلاقات العامة، ميزانية القطاع. يمكننا فقط إلقاء تقارير مدراء الأقسام. شكرا.
زين زين، في هاي الحالة عيال عندي اقتراح ثاني إذا ما عليكم أمر، إلقاء فقرة التقارير المملة لمدراء الأقسام ومن ثم اعتماد جدول الأعمال إذا ممكن، يعني إن شاء الله يجوز لكم. أرجو عدم الإضافات التي لا داعي لها. هناك مقترح اعتماد الأجندة من دون تقارير المدراء الأقسام، هل يوجد أحد يؤيد يثني على المقترح؟ نعم توست ماستر سهام تفضلي. معك توست ماستر سهام محمد رئيس نادي المتميزون، أنا أثني على المقترح، إليك مدير القطاع. شكرا توست ماستر سهام. فالمقترح باعتماد جدول الأعمال من دون تقارير مدراء الأقسام، هل يوجد هناك أي اعتراض على المقترح؟ لا. لو سمحتي، هل يوجد هناك أي اعتراض على المقترح؟ طالما لا يوجد هناك أي اعتراض على المقترح، فقد تم اعتماد المقترح، وهو اعتماد أجندة الاستماع من دون تقارير مدراء الأقسام. والآن قبل أن نمضي قدما إلى جهة الأعمال، فدعوني أسأل رئيس لجنة اعتماد التصويت عن تقريرها. تفضلي توست ماستر فوزية. السلام عليكم، معكم رئيس لجنة الاعتماد فوزية العايض. النصاب القانوني الصحيح لانعقاد مجلس القطاع هو ثلث عدد أعضاء الرؤساء ونواب الرئيس للشؤون التعليمية. العدد الإجمالي للمصوتين هو 240، ونحن نحتاج إلى 80 عضو ليكون لدينا النصاب. حتى الآن 96 عضو بين رؤساء ونواب رئيس للشؤون التعليمية، معنى ذلك يوجد لدينا النصاب القانوني الصحيح لانعقاد لانعقاد الاجتماع عفواً. شكرا لرئيس لجنة الاعتماد توست ماستر فوزية، وشكرا للحضور الكرام على حضورهم ومشاركتهم وتحقيق النصاب. والآن ننتقل إلى اعتماد محضر اجتماع القطاع السابق. المدير الإداري فلتتفضل. نعم، تم إرسال محضر الاجتماع السابق إلى جميع أعضاء مجلس القطاع ونشره على موقع القطاع على الإنترنت، وما حصلنا أي ملاحظات أو تعديلات مقترحة من أي أحد. عودة إليك. شكرا جزيلا توست ماستر فيصل. بما أنه لا يوجد أي تصحيح أو اعتراض من من الحاضرين، فيتم اعتماد محضر الاجتماع السابق لمجلس القطاع. والآن نذهب إلى بند اعتماد أعضاء القطاع التي تم تعيينهم. كما تعلمون كان لدينا منصبين شاغرين لم يتم انتخاب أي عضو فيهما، ولهذا فقد تم تعيين كل من توست ماستر حسام رياض مديرا للقسم W، وتوست ماستر داليا الديب مديرا للمنطقة 66. هل يوجد هناك أي اعتراض لهذه التعيينات؟ نعم توست ماستر عائشة، افتحي اللاقة الصوتية لو سمحتي. سامحونا، أعترض وبشدة. أرجو من المتحدث التعريف بنفسه وبمنصبه قبل الحديث. كم مرة معاكم توست ماستر عائشة الشبيعي، نائب الرئيس شؤون التعليمية في نادي المشاغبين. أعترض وبشدة للمرة الثالثة، سمعوني؟ اي نعم، ولماذا الاعتراض توست ماستر عائشة؟ والله توست ماستر حسام مو بتابع للقسم عشان تعينونه مدير للقسم. عذرا توست ماستر عائشة، لا يمكننا ان نقبل هذا الاعتراض، لان الوضع او اي شخص يترشح لمنصب مدير قسم لا يتطلب منه ذلك أن يكون عضوا في القسم الذي يترشح فيه، ولهذا اعتراض مرفوض. وهل يوجد هناك أي اعتراض حقيقي من
مجلس حسناً في بسبب عدم وجود أي تراث تم اعتماد التعيينات المذكورة. ونبارك التوست ماستر حسام رياض وتوست ماستر داليا الديب. مبروك مبروك. والآن دعونا نمضي إلى البند التالي، ألا هو عرض الميزانية المقترحة للقطاع 20. دعوني أدعو هنا المدير المالي للقطاع التوست ماستر المتميز سحر الوردجي. تفضلي توست ماستر سحر. السلام عليكم. شكرا مدير القطاع. أيها السادة الحضور، تم إرسال الميزانية المقترحة من قبل أسبوعين من اجتماع المجلس، والذي يتضمن الآتي: شكراً على حسن استماعكم لعرض الميزانية المقترحة، وإليك الكلمة مدير القطاع. شكراً توست ماستر المتميز سحر الوردجي. هل يوجد هناك أي أسئلة؟ نعم تفضلي توست ماستر سهام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدير القطاع، معك توست ماستر سهام رئيس نادي المتميزون. شكرا للعرض المقدم للمدير المالي. أود اقتراح الموافقة على الميزانية كما تم عرضها من المدير المالي. إليك مدير القطاع. شكرا توست ماستر سهام. هل يوجد أحد يثني على المقترح؟ تفضل توست ماستر حسام. السلام عليكم، معكم توست ماستر حسام رياض مدير القسم W. أنا أؤيد وأثني على هذا المقترح. شكرا. شكرا لكما. المقترح أيها السادة اعتماد تقرير أو الميزانية المالية للقطاع كما تم عرضها من المدير المالي. هل يوجد هناك أي نقاش بخصوص هذا المقترح من المجلس؟ لا أرى أي أيادي مرفوعة، فمعناته لا يوجد هناك أي نقاش. بما أنه لا يوجد أي نقاش أي الحضور، أطلب من فريق تقنية المعلومات طرح المقترح للتصويت من قبل الأعضاء على شكل رابط سيتم إرسالها في الشات. نشكر فريق تقنية المعلومات. سيداتي وسادتي، تم التصويت على المقترح تمرير الميزانية العامة كما تم عرضها من قبل المدير المالي، فقد صوت عليها 96 شخصا، 95 مع المقترح والصوت واحد فقط ضد المقترح، وقد تم تمرير هذا المقترح بنجاح. والآن أيها السادة ننتقل إلى بند الأعمال الجديدة. هل هناك أي عمل آخر من الأعضاء؟ نعم توست ماستر عائشة. نعم توست ماستر عائشة السبيعي نائب رئيس الشؤون التعليمية للمشاغبين، أظن عرفتوني، يعني اقترح بأن يتم إجراء جميع مسابقات التوست ماستر خلال الفترة من 2022 إلى 2023 على الزوم. شكراً. شكراً توست ماستر عائشة. هل يوجد أحد يثني على هذا المقترح؟ نعم توست ماستر داليا تفضلي. تقدم من توست ماستر عائشة. هل كررتي ما الصوت لم يكن واضحاً؟ معكم توست ماستر داليا ديب، أود أن أؤيد المقترح المقدم من توست ماستر عائشة. مدير المنطقة 66 داليا ديب تؤيد على المقترح المقدم من توست ماستر عائشة. شكرا لكما. سيدات سادتي، لدينا مقترح أمامنا بأن نجري كل مسابقات في السنة 2022 و23 باستخدام الزوم،
خل نبدأ باب المناقشة، فأعتقد الموضوع يحتاج مناقشة أيضا. سيكون هناك متحدثين للجانب الذي مع المقترح، ومتحدثين اثنين ضد المقترح. فيا جماعة الخير خلنا نبدأ مع الجانب اللي مع المقترح، وأرى اليد مرفوع. نعم توست ماستر عائشة، بما أنك صاحب المقترح تفضلي. نعم، بما أن يعني منطقة 66 الرئيسة وافقت أشكرها على المناقشة، أنا بغيت أتكلم وأقول ليش ندفع مبالغ زيادة على شراء الجوائز والأماكن اللي بنقيم فيها، التي ستقام فيها المسابقات والطعام، ونخلي الناس يأكلون وجبات ووجبات سريعة ودسمة وزيادة وزن وتيوم النودل. زين، وأيضا نواجه مشكلة أخرى هي التحكيم ورؤساء التحكيم وأصحاب الأدوار، وبعد نسمع الكلمات المملة اللي ما منها فائدة. أما خيار الاجتماع ما يسمى الهجين لا يصلح، لأن بندفع تكلفة أيضا أخرى للمكان وكاميرات وحساب الزوم وما أدري شنه بعد، فسيكون الإجراء عبر الزوم أكثر فعالية من حيث التكلفة الفلوس، لا سيما بالنظر إلى أن الأوضاع لا تزال غير آمنة، حيث يوجد الآن فيروس القرود وراها الزرافة والله أعلم حمار الوحش ما يندرى. لهذا السبب اقترح تنظيم المسابقات على الزوم فقط، ويمكننا على الأقل إقلاق الصوت عندما لا نريد سماع الأشخاص اللي يعني. حسناً شكراً لك، أعتقد وضحت الفكرة توست ماستر عائشة. دعونا نسمع شخص يتحدث ضد المقترح. أرى توست ماستر حسام، هل تريد الحديث ضد المقترح؟ إذا سمحت لي طبعاً مدير القطاع. السلام عليكم ورحمة الله، معكم توست ماستر حسام رياض مدير القسم W. للأمانة أنا بعتقد أن أنا طبعاً يعني أعارض بشدة وأرفض بشدة هذا المقترح، لأن إحنا الفترة اللي إحنا فيها والفترة حتى السابقة شوية قلت وخفت جداً الحالات والقيود في البلدان اللي هي خصوصاً في القطاع 20، الكويت والبحرين ومصر والعراق، في تفشي هذا الفيروس، وأصبح هناك يعني أريحية في التعامل، فالبلدان فكت القيود، وبالعكس ده هو دلوقتي في تجمعات وفي احتفاليات، وبعض والبلاد كلها يعني أباحت موضوع الاجتماعات في قاعات والاحتفالات والأعراس. فأتوقع أن احنا لازم نرجع لحالتنا الطبيعية ووضعنا الطبيعي الفترة دي. احنا فعلا استفدنا، عشان نكون صادقين، استفدنا من الزوم ومن الموضوع الافتراضي، لكن الاحتكاك الحقيقي بالمنصة، منصة التوست ماستر، لازم ده الاحتكاك الحقيقي، لازم يكون العضو واقف على منصة التوست ماستر، وأيضا لازم يفيد ويستفيد، لأن احنا بنطور وبنخلي الأعضاء يصبحوا قادة متحدثين. فأنا أرفض هذا الاقتراح بشدة. إليك المنصة رئيس القطاع. شكرا توست ماستر حسام. والآن دعونا نسمع من شخص يؤيد هذا المقترح، وأرى توست ماستر داليا. نعم توست ماستر داليا تفضلي. مساء الخير، معكم توست ماستر داليا الديب، مدير منطقة 66. أنا الحقيقة أوافق بشدة على الأشياء اللي ذكرتها توست ماستر عائشة في حديثها. أنا في الحقيقة ما عنديش أي خبرة في تنظيم الاجتماعات الفعلية، فمش عارفة إزاي أنتم متوقعين مني أن أنا أعمل مسابقة فعلية، هيبقى صعب عليا قوي ان انا اتكيف يعني. وبعدين نصعب الامور على انفسنا ليه؟ عشان كده انا الحقيقه بأؤيد هذا المقترح. شكرا لكم. حسنا شكرا لك دكتور ماستر داليا. والان دعونا نسمع من شخص يعارض هذا المقترح. توست ماستر سهام، ارى يدك مرفوعه تفضلي. شكرا مدير القطاع، معكم توست ماستر سهام محمد رئيس نادي المتميزون. أنا أعارض وبشدة هذا المقترح.
لان الحقيقه هلكنا من الزوم، هلكنا من ان النت بيفصل، هلكنا من ان سامعيني شايفيني، يعني حقيقي توترنا وشبعنا. فحتى الاعضاء، العديد من الاعضاء في نادينا والعديد من الاعضاء الاخرين في الانديه الاخرى والذين تفاعلت معهم مؤخرا سائموا جميعا من الاجتماعات عبر الزوم. نحن مستعدون لعقد اجتماعات فعليه، وقد بدا البعض فعلا في عقد الاجتماعات الهايبر. مع مرور الوقت ممكن الاستفاده من تنظيم الانديه الاجتماعات كهذا، ومن لم ينتقل لما او من لم ينتفع من هذه التجارب ومشاركتها مع المنطقه والقسم والقطاع يستطيع الاستفاده من هذه الاجتماعات الفعليه التي نحصل عليها والنتائج اللي بنحصل عليها والتفاعل اللي بنحصل عليه. وحسب رايي انا اعتقد ان الفائده من المحصله من الاجتماعات عبر الزوم اقل من الاجتماعات الفعليه، وخاصه في المسابقات. لهذا السبب سيداتي وسادتي اتمنى رفض الاقتراح المقدم اليكم. اليك مدير. شكرا توست ماستر سهام. والان بما ان استمعنا من الجهتين دعونا الان نغلق باب النقاش على المقترح ونحيله الى التصويت. المقترح هو إقامة جميع المسابقات في السنة 2022 و2023 عبر الزوم في القطاع 20. فأطلب من فريق تقنية المعلومات طرح المقترح للتصويت وإرسال الرابط للأعضاء حتى يتمكنوا من التصويت عليه. شكرا لفريق تقنية المعلومات، وشكرا للأعضاء للتصويت على المقترح الذي كان هو إجراء جميع المسابقات خلال الفترة 2022-2023 عبر منصة الزوم. تم التصويت عليه من قبل 96 شخص، 25 صوت مع المقترح و71 صوت لرفض المقترح. ولهذا فقد تم، فإن المقترح يتم إسقاطه ورفضه. لا 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 لا، اعترض عاد هالمرة وبشدة عاد، يعني غير الوضع غير آمن ومكلف. عذرا أتفهم مشاعرك، ولكن من فضل لا تتحدثي خارج النظام ويرجى احترام قرار المجلس إن شاء الله. والآن هل هناك أي مقترح آخر من الأعضاء؟ نعم توسماستر عائشة تفضلي. طبعا عرفت اسمي، ما يحتاج بعد اعيد واكرر. ارفع مقترح ان يدفع القطاع قيمه حساب الزوم لانديه القطاع 20، لان تكلفه الحساب الزوم كثيره، ولكن اذا ساعدنا القطاع شويه. طبعا ما لحظه لو سمحتي، لقد رفعت المقترح ولا يمكنك شرح المقترح قبل أن يثني عليه أحد، ثم يمكننا فتح باب المناقشة. هل يوجد هناك أحد يثني على المقترح؟ لا رأي يا دي، سأكرر مرة ثلاث مرات. هل يوجد أحد هناك يثني على المقترح؟ المقترح هو أن يساعد القطاع 20 في تكلفة حساب الزوم. طبعا لا يوجد احد يثني على المقترح، فيتم اسقاط المقترح وننتقل الى البند التالي. مو ناقشت انا، ما شرحت، اعطونا مجال نشرح عشان الناس تفهم. نعم البرلماني، نعم عندك اضافه بلي ارجوك. مستر نجاف برلماني، بسوء الحال نظرا لعدم وجود تأييد الاقتراح تم اسقاط الاقتراح ولم يكن مفتوحا للمناقشة. هذا هو ما قرره المجلس. توستماستر عائشة هو أكثر من عادل، لا يمكننا نخوض المناقشة هذا الأمر أكثر. هل يوجد هناك أي عمل آخر من الأعضاء؟ نعم تفضلي توستماستر أسماء. شكرا رئيس القطاع، معكم رئيس نادي المشاغبين توستماستر أسماء العنزي. أود أن أرفع مقترح بشرط التوستماستر عائشة نائب
الشؤون التعليمية نائب الرئيس للشؤون التعليمية لنادي المشاغبين من عضويتها في التوست ماسترز. شكرا. عودة. وأنا أؤيد، أنا أؤيد بشدة هذا المقترح. خلاص خطوة. لحظة يا جماعة، لحظة، تمهلوا 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 يا توست ماستر عائشة، تمهلوا تمهلوا يا جماعة. لا يمكننا أن نقرر مباشرة طرد عضو من دون مبررات، هناك طرق وإجراءات يجب اتباعها للنظر في هكذا الطلب برلماني. أرجوك، سنحتاج إلى إحالة الأمر إلى لجنة الانضباط ثم تقديم نتائجه إلى اللجنة، إلى اللجنة، إلى مجلس القطاع. مرفوض طبعا، على كيفهم. أرجوك إيه؟ عدم الكلام. أرجوك توست ماستر عائشة، أرجوك بوضعها على الصامت تقنية معلومات. سووا لها ميوت لو سمحتوا يا جماعة الخير. شاي سووا لي ميوت. إيه نعم توست ماستر سهام، عندكم رفع يدك. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سهام محمد، رئيس نادي المتميزون. أقترح إحالة هذا المقترح إلى اللجنة التأديبية للنظر بعناية في الأمر. إليك مدير القطاع. شكرا توست ماستر سهام. توست ماستر داليا، أرى أؤيد مقترح، وأؤيد مقترح الإحالة للجنة التأديبية. شكرا توست ماستر داليا. أيها السادة، المقترح اللي طرد توست ماستر عائشة، وقت كان هناك مقترح ثانوي بإحالة المقترح الأساسي إلى لجنة تأديبية للنظر فيه. هل يوجد هناك أي نقاش حول الموضوع؟ أرجو أن لا يكون. يا جماعة، يا جماعة، هل هناك هاي مناقشة؟ لا أرى أي أيادي مرفوعة، فيعني لا يوجد أي نقاش. أرجوك فريق تقنية المعلومات إحالة المقترح أو إرسال المقترح بحالة المقترح الأساسي إلى لجنة التأديبية، وإرسال الرابط في الشات سريعا لو سمحتوا. شكرا فريق تقنية المعلومات، وشكرا جميعا على التصويت. تمرير مقترح حالة المقترح الأساسي إلى اللجنة التأديبية بأغلبية 95 صوت مع الاقتراح، والصوت واحد ضد الاقتراح طبعا. وبهذا أيها السادة وصلنا إلى نهاية الاجتماع، ولا أرى هناك أي رفع يدي لأي مقترحات أخرى، خاصة أن توست ماستر عائشة وضعها على الصامت. ولهذا شكرا جميعا على الحضور، شكرا على وقتكم الثمين، وأعلن بذلك نهاية الاجتماع، اجتماع مجلس القطاع. شكرا لجميع المشاركين، شكرا لجميع يسمونا يعني اللي كانوا تفاعلوا صراحة. لا تخافين توست ماستر فاطمة، ترى المقترح المسابقات مو بصجي هني، المقترح الصجي بيكون في مجلس القطاع، فبما أنكم معارضين حق ذي الشيء فتقدرون تبدون رغبتكم، وتقدرون يعني على الأقل تشاركون في مجلس القطاع بفعالية أكثر حاليا، عشان تعرفون شلون الاجتماع مجلس يكون. أشكر جميع الأعضاء اللي شاركوا، توست ماستر سهر ورجي مدير المالي، مدير جودة البرامج دتي منى، مدير الإداري توست ماستر فيصل مسامح، مدير المنطقة 66 داليا الديب، مدير القسم دبليو توست ماستر حسام، رئيس نادي المتميزون توست ماستر سحام، توست ماستر نجاة عيسى البرلماني، توست ماستر رئيس لجنة اعتماد الأصوات، وأنا ناسي الاسم اليوم شكلنا كلنا. نعم، توست ماستر ياسر من وراء تشوفك، فوزية العايد، فوزية العايض. نعم، وتوست ماستر رئيس المشاغبين توست ماستر أسماء العنزي، وطبعا نائب رئيس الشؤون التعليمية للمشاغبين توست ماستر عائشة السبعي.
أشكركم جميعا وعريف الحفل إليك الكلمة. شكرا شكرا سيد راشد، شكر موصول لكل المشاركين رائعين، واستمتعنا بالكلمات الجميلة الرائعة بالتعليم العملي، شكرا لكم جميعا كانت رائعة. تي ام راشد الشكر موصول إليك ولكل الفريق العمل معك. الآن نأتي إلى فترة راحة لمدة 5 دقائق بريك. المؤقت جاهز ل5 دقائق؟ نعم جاهز. يلا أوكي 5 دقائق ونعود إليكم مرة أخرى.
ورحمة الله وبركاته. عدنا والعود أحمد. مرحبا بالضيوف الكرام من المحيط إلى الخليج، تحية مباركة إليكم. نعود لختامها مسك الورشة الأخيرة دستور النادي مع DTM وفاء سلمان، وهي مدير التعليم والتطوير في الجامعة الأسترالية، حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال، المدير الأسبق لقطاع 20 لعام 2019-2020 ICF كوتش معتمد، مدرب معتمد من عدة جهات، عضو بعدة نوادي، حقق لقب التوست ماستر المتميز مرتين، مدير منطقة رئيس 2012-2013 مدير منطقة رئيس 2013-2014 حاصل على لقب توست ماستر العام 2017-2018 حاصل على امتياز في جودة البرامج 2017-2018 شعارها في الحياة كما تدين تدان. ورشة دستور النادي DTM وفاء سلمان، إليك ناقل الصوت. مرحبا بك. شكرا لك عريف يوسف الشيخ، يسعد مساكم جميعا، مدير القطاع، مدير جودة البرامج، كل الموجودين والحضور من قادة حاليين أو سابقين. أول شيء رح نحكي اليوم عن الدستور، والدستور شغلي مش لطيف إنه إذا نحكى، لأنه شيء بدي نعرف مثل ما هو، ما فينا نحن مثل الإجراءات البرلمانية نتناقش ونأخذ رأي ونشوف مين بدي يأخذ رأي وهذا منصوت عليه، ما في، هو بدي يتاخذ مثل ما هو، فما عندنا مشكلة مسموح إنه نتناقش فيه، بس لازم نعرفه لنقدر نعرف كيف نطبق الإجراءات البرلمانية. إذن خلينا نبلش. أول شيء بدستور النادي في كتاب بالعربي معرب اسمه دستور النادي، وهيدا الدستور بنبلش فيه وقت اللي منأسس النادي، يعني وقت ما منقول بدي أسس نادي، وقت اللي منقول في كتاب كتيب من التوست ماستر اسمه كيف تنشئ نادي، بهذا الكتاب اللي منبلش نعبي الاستمارات باسم النادي وأسماء الأعضاء المؤسسين وهالإشياء، هاي هيدا مكتوب في الارتيكلز أو المواد اللي بنعتمدها نحن كإدارة بالقطاع أو بالنادي. فإذا أول ما بيتأسس النادي نحن بنكون مضينا على نحن حنتبع كل القوانين بالاستمارات اللي رح نمضي عليها، وهي هيدا الدستور. ففي كتير شغلتين مهمين بسموها استمارة 6A واستمارة 6B اللي فيه هنا القوانين. 6A اللي فيها دستور النادي، و6B اللي فيها الملحق اللي هي بكل نادي بيكون فيه له اشياء مميزة عن النادي التاني. شو بفيدنا الدستور؟ وليش لازم يكون في دستور؟ شو رأيكم؟ بدي مشاركة منكم، واحد أو اثنين بس. نشوف مين. أوكي، سهام. إيه لازم يكون في دستور عشان يكون في قواعد نمشي عليها أو نتبعها في الميتينجز أو في الاجتماعات للنادي. صح، لازم يكون في دستور لنعتمد كيف ما نشتغل بالاجتماعات، يعني مش بس بالاجتماعات، لازم يكون في دستور لنعتمد كيف ما نقبل عضوية أي شخص، لازم يكون في دستور لنشوف كيف فينا نطلع أي شخص من العضوية، لازم يكون في دستور نقول كيف الاجتماعات لازم تكون، مين من اللجان، ففي دستور لكل هالإشياء هاي. طيب حدا بيعرف شو هو الملحق اللي بنمضي عليه كمان ونحن عم نأسس النادي؟ حدا بيعرف شو هو الملحق؟ أوكي. الملحق بيتعبى ونحن عم نعبي النادي، يعني ممكن نقول هيدا النادي هو نادي مغلق، نادي شركة، نادي كوميونيتي أو اجتماعي، هيدا النادي بس للموظفين الشركة، ممنوع يكون في أعضاء في غير الشركة. فأي شيء مفصل على هالنادي
هيدي بيكون بالملحق. الملحق منقول هيدا النادي رح يعمل اجتماعات اللجنة التنفيذية مرة كل شهر أو مرة كل ست أشهر. فإذا بهذا الملحق اللي منحط الأشياء اللي بتخص النادي بس مش الأشياء العامة. أول شيء بالستة A نمضي على هيدي العريضة أو هالشهادة اللي بتقول نحن رح نمشي حسب ما قوانين التوست ماستر ورح نضيف عليها ملحق خيارات النادي القياسي. فإذا رح نمشي بالشهادة الأساسية بالستة A وبستة B ورح نطبقه. واللي بوقع هالورقة إذا بتتذكروا من المؤسسين النوادي الرئيس وأمين السر في اثنين بوقعوا هالورقة. دستور النادي في بالدستور النادي 12 مادة وه 12 مادة بكل واحدة منهم رح نحكي عنها شوي. في أكثر شغلة مهمة بدستور النادي وهي العضوية وهذا اللي حنحكي عنه أكثر شوي من غيره. فإذا أهم شغلة أو بداية أي شيء بالنادي هي المهمة، والمهمة تبع النادي مين بيقدر يقول لي يقرأ لي شو المهمة؟ بدي حدا يقرأ المهمة قدامي. أوكي أسماء بليز قرير المهمة. ترتكز مهمة أندية توست ماسترز على توفير بيئة تعليمية إيجابية تساعد على التعلم، حيث تتوفر الفرصة لكل عضو من أعضاء النادي لتطوير مهارات التواصل والمهارات القيادية، مما يؤدي بالتالي لرفع درجة الثقة بالنفس وتطوير الذات. ولتحقيق هذه المهمة يجب على النادي. إليك ديتي موفا. شكراً أسماء. وأكيد هذه هي المشن أو هاي المهمة اللي بنقراها مع أول اجتماع كل نادي، وهي المهمة اللي نحن بنمشي فيها بكل النوادي تبع التوست ماسترز بالعالم مش بس بقطاعنا. ولما بنقول هاي مهمتنا وتنحقق هالمهمة لازم نساعد الأعضاء، لازم نأمن لهم الإرشاد اللازم، لازم دايما نشجعهم، لازم نعمل لهم التقويم الإيجابي البناء، لازم نتأكد إنه عم نعطيهم التعليم الكافي على الأشياء الأمور اللي بتخص النادي أو بتخص التوست ماستر، ولازم نخليهم يتدربوا على المهام الإدارية ليكونوا قادة، لأنه شعار التوست ماسترز حيث يصنع القادة، فهو أهم من التواصل. لازم نحن نبني قادة جدد ليقدروا يكملوا المسيرة. وأكيد منمنحهم فرص بكل المجالات أو بالاجتماعات تيكونوا عم بيأدوا أدوارهم صح، ما نميز بين حدا وحدا. وهي هي المادة الأولى. فإذا المادة الأولى هي عن المهمة والغاية، وهذا أهم شيء نتفق عليه أنه لازم يتوفر لكل أعضاء التوست ماسترز. المادة الثانية وهي من المواد اللي مهمة وهي الأعضاء أو العضوية. هالمادة بتعتمد على كيف نحن بنقدر لما نجذب العضو لقلنا أو يصير في عنا عضو كيف التركيبة تبع هالعضو بلد. في أشياء في ثلاث أقسام للعضو، بس أول ما نقول الأقسام لازم نتأكد أنه العضو اللي بيشترك معنا لا يقل عمره عن 18 سنة، لأنه هيدا أساس. أقل من 18 في نوادي الجافل لقلهم فهيدا موضوع مختلف تماما. فإذا أهم شيء أنه لا يقل عمره عن 18. كتير مهم إنه ما نميز بين عرق أو جنسية أو دين أو توجه فكري أو أي إعاقات معينة ذهنية أو جسدية. لازم يكون عاطين حرية لكل العالم إنه يفوتوا يشتركوا بالنادي. ثالث شغلة ممكن النادي يكون نادي شركة، وهون بتكون الشركة هي المسؤولة عن النادي أو المسؤولة عن دفعاته أو المسؤولة عن اعتماد هذا النادي، وكل القوانين اللي بتحطها بالأدندن اللي احنا عنا عنه الملحق بتكون حطتها الشركة، لأنه هيدا اللي بتزيد عن الدستور اللي احنا عم نحكي عنه. أو يكون مجتمعي اللي هو مثل النوادي اللي احنا فاتحينا، أي حدا في يدخل من المجتمع شو ما كان خلفيته جنسيته عمره الأشياء التانية اللي بتخصه موجودة، بس عمره أكثر من 18 سنة. المادة التانية بالعضوية أول شيء إنها هي أكثر مادة، لأنه فيها تحت المادة هيدي في عندها سبع فقرات، عشان هيك هي أطول مادة من المواد الـ 12 اللي رح نحكي عنها. ورح أسألكم أسئلة فبليز انتبهوا، لأنه في أسئلة حتنسأل عن هالمواضيع. فإذا الفقرة الثانية خلصنا الفقرة الأولى
واللي هي تركيبة الأعضاء. الفقرة الثانية كيف منقبل الأعضاء لعنا بالنادي وعلى أي أساس. فإذا أول شيء منقبل الأعضاء بالتصويت والقرار للأغلبية، وحكينا عن الفقرتين اللي كانوا قبلي كان نظري أو عملي، حكوا عن عملية التصويت وكيف لازم تصير والقرار الأغلبية اللي اتفقنا عليه هو 50+1 بأغلب القرارات، والعضوية هي 50+1. طيب في عنا ثلاث أنواع من الأعضاء: العضو المنتظمة، العضوية المنتظمة واللي كمان متعارف عليها بالعضوية النشطة أو بالإنجليش بالأولى active. حسب الكتاب اسمها العضوية المنتظمة، معناتها عضو دفع عضويته وعم يتم حضور النادي تقريباً كل مرة، ممكن يقف مرة مش مشكلة، بس إنه عم يحضر اجتماعات النادي. العضوية الغير منتظمة هو شخص دافع فلوس بس ما عم يحضر، مش قراره إله إنه يدفع فلوس وما يحضر، لازم يكون قرار لجنة تنفيذية يتفقوا ويقولوا هالشخص ما نحطه غير منتظم. لأعطيكم مثلا، let's say واحد عنده عملية مضطر يسافر برات البلد، أو عنده دراسة مضطر يسافر 6 أشهر سنة برات البلد، بس مش حابب يطلق من عضويته لأنه لما يرجع على البلد بده يجتمع معنا اجتماع أو اثنين، بده يخلي عضويته سارية المفروض. فإذا بيقدم طلب للرئيس وبيناقش الرئيس هيدا الشيء باللجنة التنفيذية، بقول طب شو رأيكم هيدا شخص منيح خلينا نخليه موجود عنا، بس بيكون عضو غير منتظم، معناته صوته ما بيقدر يصوت على القرارات، ما بيقدر ياخد أدوار بالاجتماع، ما بيقدر ياخد خطب، بس هو عم يدفع عضويته لأنه هو طلب هيدا الشيء تيستمر بالعضوية بالنادي، لا يرجع على البلد يصير عضويته ثابت. فإذا العضوية الغير منتظمة هو شخص مش عم يحضر اجتماعات النادي لسبب ما وتم القبول عليه من قبل اللجنة التنفيذية. العضوية الفخرية هو شخص بيكون مهم كتير، يعني شخص سينيور له زمان 20 سنة بالتوست ماستر، 30 سنة بالتوست ماستر أو برا التوست ماستر، بس هيدا الإنسان مميز، يعني حيضيف قيمة لما نحطه معنا بالنادي، فإذا بنسميها عضوية فخرية. وهي العضوية الفخرية الشخص نفسه ما بيدفع عن العضوية الفخرية، اللي بيكون بغطي التكاليف هو النادي لأنه اتفقوا أن يكون هذه عضوية فخرية. والتصويت على العضوية الفخرية مش اللجنة التنفيذية، أعضاء النادي كلهم تلتين مش النصف زائد واحد، لأنه هذه فلوس بتندفع عن هذا الشخص، فتلتين من الأعضاء لازم يوافقوا ليكون العضوية الفخرية متاحة لهذا الشخص اللي تم طرحه. وبدي أسباب ليش مفيد للنادي وليش مفيد إنه نضيفه عنا. فإذا ثلاث أنواع من العضوية: المنتظمة، غير منتظمة، والفخرية. ولازم يكونوا تيكون النادي فعال، لازم يكون هل عضو دافع القيمة المالية تبع النادي. هلا المرحلة الثالثة بالأعضاء وهي حقوق العضوية، يعني العضو المنتظم له حقوق كافة، عنده كافة الحقوق والامتيازات اللي نحطينا حتى الدستور لهالعضو: التصويت، الاقتراح، يعمل ياخذ أي أدوار، ياخذ أدوار قيادية، يعمل خطب. العضو الغير منتظم والعضو الفخري ما بحق لهم التصويت، وهذا متفق عليه، وما بيدخلوا حتى بالنصاب تبع اللجنة، ما بيقلد أي دور إداري، يعني ما بيكون من السبع المنتخبين، السبع أعضاء المنتخبين باللجنة التنفيذية، ما بيكون من ضمن النصاب القانوني الفخري، ما بيدفع الرسوم، هو الفخري ما بيدفع الرسوم، بس غير المنتظم هو بيدفع الرسوم، بس بالنهاية الرسوم كلها بتندفع للتوست ماستر، وما بيقدروا يشاركوا بالمسابقات أو الخطط، بس لو كانوا موجودين وحبينا نستفيد منهم كتقييم كذا، كان في حدا مش موجود ممكن نطلب منهم يقيموا أو يساعدونا بإبداء رأي معين، أو يدخلوا بالنقاشات اللي ما فيها تصويت، ممكن هيدا الشيء يصير. بعدنا بالفقرة الثانية، بالمادة الثانية وآخر فقرة هي الإجراءات الإدارية، وهي الفقرة السابعة. شفتوا بالتنفيذ اللي صار قدامكم أنه قرر حدا يطرد حدا من
النادي. مش بهالبساطة بتتم، بس أحيان بتتم، لأنه وجود هيدا الشخص عم بيخلي أعضاء يتركوا النادي. مثل ما تم التصويت على هيدا الشخص بالدخول، بتم التصويت على هيدا الشخص بالخروج. فإذا لو الشخص عم بيأثر على المهمة تبع التوست ماستر، عم بيأثر على سمعة التوست ماستر، عم بيأثر على الجو الإيجابي اللي موجود داخل التوست ماستر، عم يعمل تقويم وعم بيضايق العالم بالتقويم، هذا الشيء بخفف العضوية تبعنا. فإذا ممكن نرفض تجديد عضويته، أو ممكن نقول له أنت ما بدك تكون عنا عضو بالنادي، أو نواياه تتعارض مع أهداف المؤسسة، أو ما بيحب يشارك، موجود بس لا بيشارك، لا بيعطي رأي ولا بيشترك بأي شيء، هو بس موجود هيك بس يعترض، أو عنده أي سلوك لا تماشى مع قيم التوست ماسترز، وآخر شيء أي أسباب أخلاقية أو سياسية بتخلي هالعضو ما يكون مرغوب فيه بالنادي. فإذا بيصير إلها، وهيدي من المواد المحطوطة بالتفصيل كيف الانضباط وكيف القوانين اللي بتصير والدستور كيف بيحمي هيدا الشخص، لأنه كمان توست ماستر بده يحمي كل عضو حتى لو بده يتم ظلمه. فإذا لو أنت عملت خطأ في دستور بيحميك بحاسبك، مثل ما بدنا نحمي حالنا بدنا نتحاسب. وهون بنكون بالسبع فقرات خلصنا المادة الثانية من دستور النادي. رسوم وشغلة كتير مهمة اللي لازم ندفعها لنقدر نجدد عضويتنا، وهلأ بلشت النوادي تدفع الرسوم، وكان في مسابقة من القطاع اللي بيدفع رسوم النادي لقبل لآخر شهر أغسطس، فبيكون له تقويم هدية معينة أو ريورد معينة. فإذا دايما لازم ندفع العضوية لنستمر وجود النادي تبعنا، وجودنا نحن بهيدا النادي واستمرارية مسيرة التوست ماستر. فإذا رسوم أي عضو جديد التوست ماستر على الموقع موجود، العضو له $45 لازم يندفع، و$5 اللي هي بتندفع من زيادة عن الـ45 اللي هي بتندفع لأول مرة $15. فإذا في رسوم العضو جديد لازم تكون موجودة. غير الرسوم المتبعة بالتوست ماستر، في رسوم النادي اللي اتفقنا عليها وين منحطها بالملحق اللي هو 6B. رسوم النادي تجديد العضوية، في نوادي بتاخد تجديد العضوية بس $45، في نوادي بتقول لا أنا ما بدي أخد $45، أنا بدي أخد $45 اللي بتروح للتوست ماستر، وبدي أخد شيء بسموه رسوم النادي نفسه أو رسوم اجتماعات، نحجز قاعة، ندفع للزوم، أي شيء من مصروفات النادي بتندفع. مين المسؤول عن هالإشياء؟ أعضاء النادي. فإذا بالإضافة لا رسوم العضوية بيدفع رسوم مرة تانية للنادي، وهي بيجمعوها مع بعضها، والمسؤول المالي بيقول وين راحت الفلوس وكيف راحت فلوس العضوية للتوست ماستر، والفلوس التانية كيف تم صرفها داخل النادي لمصلحة أعضاء النادي. طيب لو واحد بطل موجود عنا كمان بالملحق، منقول لو حدا بطل موجود وبده يرجع بده يدفع رسوم أكتر، مثلا فينا نقول هيدا القرار بيرجع للنادي، أو لما حدا بده يحول عضويته من نادي لنادي في تحويل عضوية، لما بده يحول عضويته ما بيدفع لي فلوس لأنه فلوسه مدفوعة على التوست ماستر. بقول إذا بده يقبل هالتحويل لازم الواحد اللي عم بيحول عضويته يدفع للنادي وتقبل رسوم النادي تبع 6 شهور. كمان القرار حسب 6B، كل الأشياء مكتوبة ب6B، وممكن لما تنشئوا النادي تنشئوها، وممكن يتم التعديل عليها بأي اجتماعات إدارية والأعضاء بيقرروا يعدلوا عن هيدي، لأنه ممكن النادي تم إنشاؤه من 20 سنة. طب الأشياء بدها تعدل، فيكم تعدلوا عليها وتصوتوا على التعديل وتتبعوها كهي التعديل أو الملحق الأساسي. تحويل العضوية لنادي آخر، رسوم النادي للأعضاء المنتظمين والغير المنتظمين، كمان بنحدد نحن الرسوم، وهي كلها بتنذكر بالتفصيل بالملحق أو الأدندم اللي موجودة بكتاب كيف عندما تؤسس نادي جديد، وهي آخر صفحتين بهذا الكتيب. المادة الرابعة، وأنا بعد المادة هاي رح أعمل بعد المادة الخامسة رح أعمل اختبار أونلاين 5 أسئلة صار. فإذا اجتماعات داخل النادي بيصير في عنا اجتماعات،
والاجتماعات هيدي في عنا اجتماعات اعتيادية وهي النادي عادة النادي بيجتمع مرتين بالشهر، في نوادي تجتمع مرة بالشهر وهي الاجتماعات اللي بتكون النوادي المتقدمة إذا بدها تجتمع مرة بالشهر أو بدها تجتمع مرتين، وفي نوادي تجتمع كل أسبوع. فإذا حسب تأسيس النادي أو حسب الفورم والملحق بيتأسس كيف النادي موجود وكم مرة بيجتمع، فهي نسميها الاجتماعات الاعتيادية اللي منقول أول وثالث أو ثاني ورابع أو كل أسبوع أو رابع أسبوع من كل شهر أو كذا. الاجتماعات الخاصة ممكن يصير في اجتماعات استثنائية، صار في اجتماع، صار في بدنا نعمل اجتماع مثلا سبيك ماراثون، ماراثون للخطابة، لأنه في عالم عندهم بده يخلصوا علامات تعليمية ما هم لحقوا بالنادي، فممكن نعمل اجتماع استثنائي ونصوت عليهم، بدنا نعمل اجتماع استثنائي يوم هيدا اليوم ونقول كل الأعضاء الحابين يعملوا خطب، نعمل ماراثون خطابي، أو ولازم يتم التصويت عليه من الأغلبية أو قرار الرئيس. ممكن الرئيس يقول أنا مقترح أنه نعمل اجتماع إضافي لأنه في طلبات عم تجي، وهي هذا الشيء ممكن يصير، أو يتم التصويت عليه من الأغلبية لو كان إيفنت أو لو كان أي شيء بدنا نعمل النادي، عيد النادي، إيفنت لأي شيء، كمان هي يعتبر اجتماع استثنائي. اجتماعات اللجنة التنفيذية كمان حسب الأدندم أو حسب القوانين الفرعية أو نسميها الملحق اللي هو 6B، بهذا الملحق بنكون كتبنا انه اجتماع اللجنه التنفيذيه بيتم مره كل شهر، يعني 12 مره بالسنه او مره كل 6 اشهر او مره كل 3 اشهر. فشو مكتوب بهذا الملحق بتعرفوا كيف بده يكون اجتماع اللجنه التنفيذيه. فمش كل النوادي بتجتمع مره كل شهر، مش كلها حسب الملحق 6B. الاختيارات اللي هي رح نحكي عنها حكينا عنها بالفقره الرابعه والخامسه، وهيدي من الاجتماعات ممكن نحن نقول في عنا اختيارات معينة، بدي أخطر عن في شيء صار، بدي أعلن شيء، بدنا نصوت على شيء، فكمان هي تعتبر من الاجتماعات واللي بتكون بفقرة الاجتماع. لا يستوجب على اللجنة التنفيذية للأندية إرسال أي إخطار مسبق لعقد اجتماعات إدارية للأعضاء المنتظمين إلا يجب التنفيذ لو طوي. يعني نحن بنقول انه اجتماع اللجنه التنفيذيه او اجتماع النادي موجود بهيدا اليوم، فمش مضطر النادي يقول لكم اجتماعنا ترى هيدا الخميس، لا معروف هيدا الخميس او هيدا الاحد او هيدا الاثنين، الا لو تم تغيير المكان او تم تغيير الوقت بالتصويت، ساعتها لازم نعمل اختار قلت لكم ترى في تغيير واتفقنا عليه باجتماعنا التالي انه راح يكون يوم كذا. او لو انا بدي اعمل تعديل على القوانين الفرعية في حال تغيير موعد الاجتماع، مثلاً النوادي كتير غيرت اجتماعاتها بهذه الفترة، كانت تجتمع هذا اليوم صارت تجتمع يوم تاني، كمان لازم يكون في عنا نصاب ولازم تكون الأغلبية لنقدر نغير أي شيء بالقوانين هاي. يعني هلا ملحق مش بكيفنا نغيره، لازم يكون أعضاء النادي هن يغيروه، لأنه اللي له أحقية بالنادي هن أعضاء الدافعين بالنادي، هن لهم حقيقة بأي قرار بيتم ترسيله أو تنفيذه. النصاب القانوني ما رح كتر عليها لأنه already حكيتوا عنها ونفذناها، فإذا شفتوها نظري وشفتوها عملي، فالنصاب القانوني هو بيكون حسب النادي 50+1 لازم يكونوا موجودين، والأغلبية لازم تكون موجودة نقدر نصوت على أي صوت. بالقطاع يختلف لأن إحنا ثلث التعليمية والرئيس النادي تلتون هن النصاب، فإذا النصاب يختلف بين النادي وبين النصاب القطاع. التصويت بالأغلبية بأغلب المواد أو القرارات، بس في قرارات معينة بالإجراءات البرلمانية تكونوا غطيتوها بيكون تلتين مش الأكثرية بس. كل عضو منتظم بحق له صوت، يعني نحن عضو، هيدا العضو بحق له صوت، ما بحق له يصوت عن حدا تاني، ولازم يكون الشخص موجود فعليا ليقدر يصوت، ما في تصويت غيابي. هلا هيدا عم بحكي كنادي، بس بالقطاع بالتعديل اللي صار السنه صار في تعديل انه الشخص بمجلس القطاع العام يعني بصير رح يصير مش هلا، رح يصير بشهر 5 شهر 7 ما بعرف 6 وقت اللي بصير الاجتماع تبع ديتاك، في مجلس قطاع عمومي رح يصير هوني
في حدا ينوب عن حدا وفي حدا يكون أونلاين عم بيصوت، وهيدي الفقرة الجديدة اللي تم إذا فطى وتم التصويت عليها بالتوست ماستر بشهر 2. فإذا بيسمح بالإنابي، بس بالنادي ما في إنابي، لازم تكون موجود لتصوت، ما في تصويت غيب. فأنا تقدر صوت، عندي صوت واحد كعضو بالنادي ولازم يكون موجود داخل الاجتماع تقدلي بصوتي على أي قرارات موجودة. هلأ إجا وقت الاختبار عن الإشياء اللي حكيتهم قبل. فيكم تعملوا سكان من موبايلكم على الكود، أو فوتوا على الموقع اللي اسمه منتيميتر، فيكم تعملوا تفوتوا على الموقع هيدا وتحطوا الكود نفسه اللي محطوط قدامكم، تتقدروا تفوتوا على الأسئلة البسيطة. إذن أنا حطيت الكود ودخلت على الموقع. إذا حدا عنده مشكلة بليز قولوا لي. كلكم دخلتوا على الموقع، راح احطها بالتشات كمان، اللي ما قدر يدخل بلاقيها بالتشات كمان موجوده، ففيكم تدخلوا على الاسئله. فاذا اول سؤال، very good، صار في عندنا عالم دخلوا كثير منيح. فإذا أول سؤال راح يكون، من المسؤول عن اعتماد عضو غير منتظم؟ عندكم إجابتين، اختاروا منهم إجابة. اوكي، فاذا في ناس قالوا مجلس النادي، وناس قالوا اللجنه التنفيذيه، وحسب الشرح اللي انا حطيته بالبرزنتيشن اللي راح تشارككم فيها مدير جوده البرامج، العضو الغير منتظم اللجنه التنفيذيه، اللجنه التنفيذيه اللي قالوا للعضو الغير منتظم يقدروا يصوتوا على العضو الغير منتظم مش مجلس النادي، فاذا ايجابي اللجنه التنفيذيه. السؤال الثاني، السؤال الثاني بيقول، كيف يتم التصويت على العضو الفخري؟ هل ثلث الأعضاء، ثلثين الأعضاء، أو الأكثرية؟ كيف بيتم التصويت على العضو الفخري؟ الأكثرية قالوا ثلثين الأعضاء، معناتها مزبوط ومعناتها عم تسمعوا. فإذا العضو الفخري بيتم التصويت من ثلثين أعضاء النادي. ننتقل للسؤال اللي بعده، كيف يتم التصويت على عضو جديد؟ ثلث، ثلثين، أو الأكثرية؟
Amazing. صح، معناتها الأغلبية قالوا، الأكثرية معناتها هيدا المزبوط، وهيك بيتم على تصويت أي عضو جديد بالنادي. اللي بعده، قواعد النصاب القانوني والتصويت، اختر المقولة الصحيحة. هون بدي اياكم تختاروا مقولتين الصح ومقولتين غلط، فاختاروا شو هن المقولتين الصح. بس تختاروه هون اضغطوا على السبميت. اوكي، فاذا المقولات الصح، اغلبيه اعضاء النادي المنتظمين بشكل نصاب، حكينا انه النصاب هو الاغلبيه. اتخاذ القرارات المتعلقه بالنادي بالتصويت بالثلثين، حكينا على مثل منه وهي الفخري، بس مش بشكل عام كل قرارات النادي بدها الثلثين. بشكل هذا العضو الفخري ياس بده ثلثين، بس الاكثر القواعد بالأكثرية. يحق التصويت الغيابي أو بالإنابة بالنادي، لا، إحنا لازم يكون واحد حاضر شخصيا، كل عضو له صوت واحد، نعم كل عضو له صوت واحد. شكرا على مشاركتكم، وخلينا نكمل الفقرات الباقية. فإذا المادة السادسة وهي اللجنة التنفيذية، من مين تتألف اللجنة التنفيذية؟ حطولي بالتشات بليز. نشوف التشات. سوبر ثماني. اكزاكتلي راشد، صح، وهي الثماني. دائما نحن بننسى العضو او الرئيس السابق. اللجنه التنفيذيه تتالف من الثمان اعضاء، وهلا رح نحكي عنهم بالسلايد اللي بعدها. في عندنا لجان مختلفه، في عندنا اللجنه التنفيذيه، في عندنا اعضاء الاداريين، ممكن نعين مستشار للنادي او مسؤول تصميم. مده الولايه لاي لجنه او لاي واحد من هالقاده هي سنه واحده فقط. الرئيس السابق هو جزء من اللجنة التنفيذية، ما في حدا يشيله من منصبه ولا يتم الانتخاب له، لأنه هو عمل دورته السابقة وهلأ عم بيكون كدور مستشار للنادي، لو في حال تجوب أي شيء بيكون موجود. فإذا هيدا الدور ما حدا بيقدر يشيله من دوره، بس أي سبعة ممكن يستقيلوا، ممكن يغيروا، ممكن ننتخب حدا تاني لأنه تم انتخابهم لهذه الدورة. والولاية سنة واحدة ولا تتكرر، خاصة للرئيس ما بتنعمل الولاية سنتين وراء بعض. لازم يكونوا يفصلوا، بس فيك ترجع تكون رئيس للنادي مرة دي. الترشيحات، في لجنة الترشيحات بدنا نعملها مرة بالسنة، ولما تصير الانتخابات عادة انتخابات النادي بتكون بأول أسبوع من شهر خمسة، فإذا حسب الدستور، بس لازم تنعمل قبل نهاية السنة، ولازم ترفع على الموقع قبل 30/6. فإذا في لجنة خاصة بالترشيحات بيعينها رئيس النادي، وهذه اللجنة بتتابع مين الأفضل لكل مرشح، مثل لجنة القطاع الترشيحات نفس الشيء. انتخاب اللجنة التنفيذية اللي بتم هي مرة بالسنة وهو بشهر خمسة، بس لو مثل ما شفتوا بالمجلس القطاع التنفيذي اللي عملوه هلأ البراكتيكال، تم تعيين مدير قسم ومدير منطقة بالنادي، ما بيصير في تعيين، لازم يصير في انتخابات. فلو صار في شاغر، أي موقع صار شاغر، بيتم الإعلان عنه. وكيف بيصير؟ يعني في له قوانين. Let's say أنا كنت تم انتخابي كتعليمية وانشغلت، وما رح أقدر أعطي الجاستس أو العدل لهذا الدور، فببعت إيميل بانسحابي من هيدا الدور للرئيس النادي.
رئيس النادي بالاجتماع بيقول صار في عنا شاغر موقع التعليمية اللي حابب يرشح حاله بالاجتماع الثاني أو القادم رح يتم الانتخاب، وبيصير العالم مترشح حالة بهذا الاجتماع، لازم يكون في نصاب، بيصير الانتخابات بتتم عليه. الاستقالة أو التنحية لأعضاء اللجنة التنفيذية كمان إلى قوانين، مثل ما قلنا الاستقالة أو حدا تنحى من منصبه، إلا الرئيس السابق ما في يتنحى من منصبه لأنه مش منتخب لنقدر ننتخب بدينه. فلو الرئيس السابق بطل موجود سافر ما حدا حيحل محله، بيبقى هيدا المنصب شاغر. انتخاب الأدوار الشاغرة إلى بروتوكول، يكون عادة الاجتماع اللي بيتم إعلان عن الشاغر الاجتماع اللي بعده بيتم الانتخاب، فيعني حسب أحيان بكونوا بعد أسبوعين، بس بشكل عام اجتماع التالي. وإعادة الترشيح لو في عنا بدنا نرجع نعيد ترشيح لمنصب معين، فممكن كمان نرجع نعيد ترشيح. مهام اللجنة التنفيذية واللي قلنا هن 8: الرئيس، نائب الرئيس التعليمي، العضوية، العلاقات العامة، أمين السر، أمين المالي، أمين المراسم، الرئيس السابق، ممثلي المجلس أو مهام إضافية، فممكن كمان يكون في عنا أي مهام رئيس، أنا بدي مثلا مستشار النادي، أنا بدي ممثل المجلس، أنا بدي مهام إضافية ارشدة أو حتى مع حدا، الرئيس بعين هيدي الأشخاص عنده بهيدي السنة اللي هو عنده رئاسته فيها. في لجان فرعية، في لجان هالفرعية هي ممكن هاي اللجان تساعدنا بكتير أدوار موجودة بالنادي. فإذا من هاللجان هيدي في نقول اللجان العاملة مثل لجنة الشؤون التعليمية، وبدي ركز على أهمية اللجان. يعني في بهالدستور في شغلتين كتير مهمين: العضوية لتعرفوا كيف كل عضو موجود شو حقوقه، واللجان. اللجان بتساعد النادي بعدة وجه، بعدة أوجه. أول شيء اللجنة التعليمية، يعني التعليمية شغلة كتير كبير، متابعة التعليم للأعضاء، الأدوار، الأجندة، في كتير إشياء خاصة بالتعليمية، فممكن نعمل لجنة للتعليمية من شخصين على الأقل مع نائب رئيس شؤون التعليمية، وهيك لو هيدا الشخص كنت مشغول، ضغط، سافر، ففي حدا يحل محله أو يتوزع الشغل على عدة أشخاص. من اللجان كمان اللي أنا هي كل لجنة فيكم تعملوا اللجان، بس من اللجان اللي أنا بركز عليهم هن ثلاث لجان: لجنة التعليمية لأنه بدها شغل كتير، العلاقات العامة لأنه بيكون في عندكم أكثر من صفحة، صفحة إنستغرام، صفحة فيسبوك، صفحة كذا، فكل واحد بيكون مسؤول عن صفحة، وواحد مسؤول عن التصميم الإعلانات، واحد مسؤول عن إشياء معينة. البي آر أو العلاقات العامة يكون لجنة إلى كتير مهم، واللي بعد منها هي لجنة اللي أنا بركز عليها هي سيرجن أت آمز أو الاستقبال، لأنه أمين المراسم واحد بيكون مسؤول عن الأكل، واحد مسؤول عن تثبيت المكان، واحد مسؤول عن حجز المكان، واحد بيكون مسؤول عن الأشياء اللي بتجي مثلا العلم، الأشياء الثانية، المطرقة، ففي كتير شغل، هرم واحد وحده هو اللي يكون مسؤول عن كل الأشياء هاي، فلازم يكون في لجنة للاجتماعات والاستقبال. وهون بتهونوا على الأعضاء نفسهم وما بيقعدوا حاسين في ضغط وحمل عليهم كتير. ممكن نعمل أي لجان تاني، لجنة الاحتفالات مثلا، احتفالية النادي، احتفالية المسابقات، وممكن يكون في لجان تاني إذا حب. إذن هو من اللجان المهمة اللي موجودة. إجراءات البرلمانية أنا مش راح أحكي عنها لأنني غطيناها، بس هي مادة من المواد الموجودة داخل الدستور، لأنه نتبع النظام روبرتس المنقح، والمقرر البرلماني اللي هو الاجتماع كمان نعتمده. فهيدي البوينت اللي مش رح كررها بهالمادة. المادة اللي وراها هي المادة 10 وهي التبعية الإدارية. بهالمادة هاي في عنا نحن كنادي نحن منتبع ننتمي للقطاع أو للإنترناشنال، توست ماستر إنترناشنال اللي هي مسميها الانتماء العالمي. وأول ما بيتم تأسيس النادي بيعطونا رقم للنادي، هيدا رقم التأسيس. نحن منتمي للقطاع، يعني النادي موجود بمنطقة، موجود بقسم، فهيدي انتمائنا لهيدا القطاع اللي نحن موجودين فيه. في عنا التزامات مالية، دفع الرسوم هي كل 6 أشهر، تغيير الرسوم لو صار في حاجة معينة، وهلا رح تلاحظوا نوادي كتير رح تغير رسومها، لأنه بالفترة الماضية كانت عزوم كله عم يدفع أقل تكاليف، هلا مع رجوعنا للفيزيكال ممكن الرسوم تزيد، فرح تشوفوا كيف الرسوم اجتماعاتها أو تحديد الرسوم مش شغلة الرئيس ولا شغلة اللجنة التنفيذية،
اللجنة التنفيذية المسؤول المالي بيقدم اقتراح انه نحن لا نقدر نغطي مصاريفنا بدنا هيك تصير العضوية، نطرحها باجتماع النادي بالخاص المخصص بالاجتماعات، بيتم التصويت عليها بالأغلبية، وهون بيتم تغيير العضوية. كيان قانوني مستقل، كل نادي له كيان، ما حدا بيقدر يتحكم بهيدا النادي إلا أعضاء النادي مع القطاع والقسم والمنطقة، كلهم هم موجودين تيساعدوا، يعني مش موجودين ليتحكموا فيكم أو يقولوا لكم شو تعملوا داخل النادي. النادي هو أنتيتي لحاله، كيان لحاله مستقل، قراراته مستقلة، لازم تمشي قراراته مع الدستور، لازم تمشي قراراته مع التوست ماستر، بس قراراته مستقلة، ما في حدا يقدر يجبره بقرارات خارجية إلا مثلاً مسابقة المنطقة، هذا مش قرار بخصه لإله، مدير المنطقة مع القطاع بقرر مسابقة المنطقة بتكون بهذا الوقت، مسابقة القسم بهذا الوقت، هم بده يتبعها، بس أي شيء بخصه لإله كنادي هو كيان مستقل. والأحقية في حضور الاجتماع العام للتوست ماستر، أي عضو بالتوست ماستر بحق يحضر اجتماعات التوست ماستر العالمية اللي بتتم مرة شهر 8 من كل سنة، واللي يتم فيها اجتماع السنوي، فإله حق يحضر الاجتماع السنوي من دون ما يدفع أي رسوم، بس أكيد إذا ما كان عضو من ما عنده بروكسي أو مش محول له حدا هون التعليمية والسكرتير هن اللي بحق لهم يحكوا، إذا ما عنده هيدا التحويل ما بيكون له حق يحكي أو يناقش، بس له حق يحضر. أي تعديلات قانونية بتخص النادي اللي بتخص التوست ماستر نحن لازم نطبقها، هلأ بعدهم ما عربوها لأن طلعت الجادة السنة، بس رح تشوفوا أنه تغيرت كتير كلمات معينة تم تغييرها داخل التوست ماستر وتم التصويت عليها. واحدة منهم من الأشياء اللي صارت هي بالبروبوزل آي هو تغيير التصويت بالبعد، لأنه القطاع رح يصير في عنده اجتماع هايبريد أو مهجن، يكون العالم أونلاين وعالم حاضرين الاجتماع وبيصوتوا لو كانوا أونلاين. المادي 11 بعتنا مادتين، الانتماء واستخدام الأموال. أموال النادي كتير مهم وما فينا نستخدمها مثل ما بدنا، ما فيني اشتري طابعة، ما فيني اشتري طولة، ما فيني اشتري شيء أسد، لأنه هالفلوس بتستخدم لمصلحة الأعضاء. فأي شيء بخص الأعضاء لازم يكون متفقين من أول السنة المدير المالي أو المسؤول عن الفلوس بالنادي، لازم يكون عمل تقريره ويقول نحن في عنا حفل المسابقة رح نصرف فيها على الدروع هالقد على كذا هالقد، فتوقع الصرف رح يكون هيك، ساعتها كل شهر لازم يعرض هيدا الشيء، آخر السنة كمان لازم يقدم كل اللي صرفوا وين انصرفوا مع الفواتير، بنحطه بالأرشيف مع الأمين السر لأي لجنة جديدة تشوف كيف انصرفت الفلوس وشو الباقي من الفلوس، فهذا كثير مهمة. وآخر شيء آخر مادة هي التعديلات، تعديلات فينا نعدل على النظام اللي بخص النادي اللي هي الأدندم أو الملحق، فينا نعدل ونصوت على التعديل بالأغلبية، لازم نخبر مجلس النادي بالتعديلات، يعني بس نحط المينتس اوف ذا ميتينج نبعثها للكل ونقول هذه التعديلات الجديدة مننوهها، إذا في معارضة فينا نعترض على أي مقترح، بس بالنهاية التصويت للأغلبية. شكرا كثير على وجودكم حضوركم هيدا الورشة، وكثير مهم إن نحن نتبع الدستور ليكون توست ماستر عم تطبق القوانين اللي اتفقنا عليها من وقت ما أسسنا النادي، فموجودين دائما للخدمة، القطاع موجود، النوادي موجودة، الأقسام والمناطق لخدمتكم. شكرا وعودة إليك يوسف شاه العريف المتميز. شكرا يعطيك العافية كوتش وفاء سلمان، شكرا جزيلا يعطيك العافية، ما قصرتي، جميل رائع، شرح بسيط واضح. والآن ختامها نس قبل أن ننتهي من الحوار الجسد الجميل الرائع، عنده أسئلة أو طرح أسئلة يبعث للخاص لكوتش دارين حجار أو يرفع إيده وإحنا نبدأ طرح أسئلة على المحاضرين.
يفتح المايك حتى يتكلم مباشر ما في مشكلة، عنده فكرة عنده رسالة عايز يوصلها، طرح سؤال معين يشغل باله. عندي سؤال بدستور النادي. تفضلي. هل فعلا ممكن او غير ممكن انه رئيس النادي يرشح نفسه يعني لنفس النادي بس للسنه متتاليه ولا لا؟ حسب القانون وحسب الدستور ما له ولايه اخرى. مع العلم في مره صارت وانبعت للتوست ماستر من نادي بعرفه أنا، ما في رئيس والكل مجتمعين إنه هو هيدا الرئيس لأنه النادي عم بمر بمرحلة صعبة، فبعتوا للتوست ماستر ما حنا حدا مرشح، ما في غير هيدا الرئيس. قالوا له بالنهاية إذا ما في حدا مرشح فلازم يكون في رئيس، فتم الموافقة. بس حسب الدستور، هي الهدف الدستور إنه يعطي الأحقية لحدا تاني يكون رئيس، فلو عندك مرشح تاني له حق يتم ترشيح. بس في مرات النادي كله بيجتمع انه هيدا الشخص الوحيد اللي رح يشيل النادي من الأزمة، ما بعرف كيف بس ممكن تصير. يس. شكرا بيتي وفاء. هل لكم أسئلة أخرى؟ طب هل لديكم أجوبة؟ الشكر موصول لكل المدربين وكل الحضور ومن قائم على هذا العمل. ونبدأ الآن في تسليم الشهادات للمتحدثين. لا شكرا، تستمر الفقرة. شكر تقدير لزينب مزفر، يعطيها يعني العافية. بس هي راح تسلم الشهادات كلها إن شاء الله، بس أنا راح أسلم بس الشهادات حق المتحدثين. أول شهادة دي تي إم محمد مخلوف، جاهزة؟ يلا ثواني بس. يا سلام، أصبر ثواني تكسب دقائق. السلام عليكم. شكر تقدير للمقدم ورشة الإجراءات البرلمانية دي تي إم دكتور محمد مخلوف. دكتور يعطيك العافية على وقتك الثمين الذي قدمته لنا، جزاك الله خير. وشكر موصول للأستاذ العزيز رشاد ميمون، يعطيك العافية على المجهود الرائع، جزاك الله خير. وشكر موصول بالأخص إلى دي تي إم وفاء سلمان، شكرا يعطيك العافية، شكرا جزيلا على المجهود الرائع، يعطيكم العافية. والآن وفي للمشاركين بالورشة ما تقوم بها، مش مشكلة، خلي تكمل زينب. أنا أعطيني زينب وهي تكمل الباقي يعني. أهلا أنا موجودة، يعطيكم العافية. يا سلام، عشان أنت برضو يعني لك أحقية لكلام أنك أنت والله حتى تيام دارينهم لها حقية. يعطيك العافية زينب، هي مدير قسم. شكرا على المجهود الرائع وعلى فريق العمل الرائع معك، يعطيك العافية. يسلم المنصة إليك زينب مزفر، يعطيك العافية. شكرا، الله يعطيك الصحة والعافية. طبعا الشكر موصول للجميع من أقاموا الفعالية، من أشرفوا على إعداد هذه الفعالية، وعلى المدربين وعلى الحضور الكرام أعضاء توست ماستر اللي استفادوا إن شاء الله اليوم من تقديم هذه الورش. الحين أقدم الشكر والتقدير إلى دي تي أم منى العقاب، رئيس جودة البرامج، على إتاحة الفرصة لي لتنظيم هذه الفعالية مع دي تي أم
دارين الحجار اللي كانت رئيس لهذه الفعالية. أشكرها وأشكر الفريق اللي كان اليوم. بالنسبة للشهادات الحين أقدم شهادة منه بعد؟ تمام، بس هون دورها مشاركة بالورشة في مجموعة أسماء اللي شاركوا مع التي أم راشد ميمون، حنمشي باسم اسم. طيب، أقدم هذه الشهادة للمشاركة الفاعلة في ورشة إجراءات البرلمانية للدي تي أم فيصل مسامح. لم نسمع صفقة أو على الأقل إشارة، وشكر والتقدير إلى المشاركة الفاعلة في الورشة الإجراءات البرلمانية للدي تي أم عائشة السبيعي. وكذلك نقدم شكر وتقدير للمشاركة الفاعلة لدي تي أم سحر الوردجي، تحية لهم جميعا. وكذلك شكر وتقدير لدي تي أم حسام رياض على مشاركته اليوم في الإجراءات البرلمانية. كل الشكر وتقدير لدي تي أم سهام محمد لمشاركتها الفاعلة في ورشة الإجراءات البرلمانية. كذلك الشكر والتقدير لدي تي أم اسماء العنزي لمشاركتها في ورشة الإجراءات البرلمانية. كل الشكر والتقدير لتي أم فوزية العايض على مشاركتها في هذه الورشة. وكذلك كل الشكر والتقدير لتوست ماستر داليا الديب على مشاركتها في ورشة الإجراءات البرلمانية. كل الشكر والتقدير لدي تي أم نجاة عيسى على مشاركتها في ورشة الإجراءات البرلمانية. وكل الشكر لكم جميعا، وكذلك شكر وتقدير إلى دي تي أم وفاء سلمان لورشتها المقدمة باسم دستور النادي. كل الشكر والتقدير لك ولدي تي أم محمد مخلوف. أحب أشكر كذلك مقدم ورشة الإجراءات البرلمانية دي تي أم أو توست ماستر راشد الميمون. والآن هذه شهادات الشكر وتقدير لأمين المراسم اليوم وهي دي تي أم دكتورة عداري الكندري. كل الشكر والتقدير إليها. شهادة أخرى بالشكر والتقدير لدي تي أم عريف الفعالية دي تي أم يوسف الشيخ، يعطيك الصحة والعافية. شكر وتقدير إلى مقدمة إلى دي تي أم قريبا هبة النكاس في دورها الفاعل في دور مؤقت للفعالية. شكرا لكم. شكر إلى دي تي أم أو تي أم طارق الشيخ، طارق القاضي، ذكروني طارق القاضي، لمشاركة الفاعلة في البرنامج اليوم التعليمي. كان مشرف على البرنامج التعليمي وكذلك الأجندة. كل الشكر والتقدير للعلاقات العامة المبدعة دي تي أم، ولا مو دي تي أم قريبا، نعيمة كلش، الله يعطيك الصحة والعافية. صوتي واضح معاكم؟ صوتي واضح؟ واضح. كل الشكر والتقدير إلى المقدمة إلى دي تي أم دارين الحجار وهي رئيسة الفعالية، وللدور الكبير اللي قدموه كل الناس اللي خلف الشاشة واللي أمام الشاشة اللي قدمنا لهم الشكر سواء بالشهادات أو حتى نهديهم أكبر باقة تحية واحترام، لأنهم كانوا فعلاً يعني ملازمين معانا في طول وقت التحضير. وكذلك إذا إحنا نسينا أحد إن ننوه عليه بالحضور أو نسينا يعني شيء مو بيدنا إن يسامحونا، ويعطيكم العافية وتسلمون، قواكم الله. شكرا جزيلا على مجهودكم الرائع.
أقدم المنصة إلى عريف الاجتماع.